بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. قاعدتين مهمين جدا 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 وانت بتلعب النادي الأهلي لازم تبقى واخد بالك من القاعدتين دول. القاعدة الأولى ان انت لا يجب ان انت تحتفل إلا بعد صفارة النهاية. القاعدة الثانية دايما ما تنساش القاعدة الأولى، دايما ما تنساش القاعدة الأولى. القاعدتين دول مهمين جدا 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 وانت بتلعب النادي الأهلي في أي وقت، في أي وقت، لو سنة 2005 أو 2006 أو سنة 2021، مهمين جدا جدا القاعدتين دول ولازم ناخد بالنا منهم. عايز تفرح وانت بتلعب النادي الأهلي؟ استنى بس لما الحكم يصفر، اوعى تفرح قبل صفارة الحكم، اوعى تفرح، اوعى تعمل كده قبل صفارة الحكم. ألف ألف مبروك لكل جمهور النادي الأهلي، سعداء جدا ومبسوطين وفرحانين، وقد ايه من جوانا فرحة كبيرة جدا. مش فرحة عشان ان انت كسبت، على الرغم ان المباراة بطولة مهمة جدا بتقربك بمين؟ بتقربك بمين؟ بريال مدريد. بتقرب النادي الأهلي بريال مدريد. احنا 24 دلوقتي وريال مدريد 26. على فكرة انا ما بهزرش، انا بتكلم بجد. أنا عارف إن كل جمهور النادي الأهلي عارف الكلام اللي أنا بقوله ده كويس جدا، ولكن هناك بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيقول لي يا عم بقى أنت تقعد تكلمنا عن ريال مدريد وبتاع، خليكم في الأهلي. أيوه إحنا في الأهلي. ده كلامنا، كلام الناس الكبار مع الفرق العالمية الكبيرة. إحنا داخلين في 24 بطولة، أو خدنا 24 بطولة قارية، ريال مدريد واخد 26 بطولة قارية، وبالتالي بنقترب كل شوية بريال مدريد المنافس بتاعنا. اللي بعدي على طول برشلونة بالمناسبة، 20 بطولة لغاية دلوقتي، الله أعلم إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية. وإن شاء الله عندي دوري أبطال أفريقيا، هتبقى إن شاء الله المرة الـ 11 والبطولة رقم 25 تدخل دولاب النادي الأهلي. ده مهم جدا جدا جدا. ألف مبروك يا أهلاوية، كل الأهلاوية مبسوطين النهاردة، كلنا فرحانين. عندنا أخطاء وسلبيات، عندنا، محدش هيقول لأ أبدا، ولكن دايما وأنا بتكلم كابتن خطيب مرة، بالمناسبة كابتن خطيب في احدى لقاءات او في اللقاء اللي عمله الحقيقه قبل الانتخابات، اتكلم على ان هناك بعض القنوات ما بتشتغلش غير يعني تبقى كسبان بالليل بطوله، الصبح تقول لك ايه؟ تقول لك يا جماعه انت كسبان بالليل البطوله، تلاقي نفسك الصبح يقول لك خناقه ما بين مثلا كان ساعتها كهربا وموسيماني، وكهربا طلع نفى وموسيماني طلع نفى. تخيل حضرتك النهارده احد المذيعين في احد القنوات بيتكلم عن حسين الشحات بعد الماتش مباشرة، وبعد انتهاء الماتش مباشرة، النادي الأهلي يمثل مصر ومحدش عايز يحتفل بالكلام ده، أو هو المذيع مش عايز يحتفل بهذا الكلام أو وجهة نظره، خليني أتكلم لأنه هو راجل محترم الحقيقة. فهو مش عايز يحتفل بهذا التتويج وبكل شيء، لأنه هو بيتكلم في سلبية إن حسين الشحات طلع زعلان. معلش أنا آسف جدا، ما هو عشان حضرتك ما لعبتش كورة. أنا على فكرة والله ما بقول أي حاجة، لكن أنا بقول لك بمنتهى البساطة، لما تلعب كرة هتفهم ليه اللاعب بيبقى زعلان. لازم يبقى رد فعله كده، لازم يبقى رد فعله كده. مورينيو على فكرة قال لك، مورينيو ده مش مدرب الأهلي، مش مشجع أهلاوي، عشان تبقى أنت بس عارف، أو اللي اتكلم في هذا الكلام يبقى فاهم. مورينيو قال لك أنا عازل اللاعب بتاعي، مش فاكر كان مين ساعتها، كان سامويل إيتو لما كان في الإنتر ميلان، وقال له ولما طلعه شاط بتاع وقال لك انا عذره جدا لان ده طبيعي، لو ما عملش كده نزعل منه. فانا عارف عشان انت ما لعبتش كوره وما حطيتش رجلك في الملعب، فانا فاهم ان انت ما تفهمش رد او ما تعرفش رد الفعل ده كويس، وبالتالي مش هتفهم الكلام ده قوي. حسين لازم يبقى زعلان، لازم يبقى متضايق، لو ما عملش كده مش هيبقى حسين الشحات بالمناسبه. لو ما عملش كده عمره ما هيبقى حسين الشحات، عمره ما هيبقى قريب من كل قلوب كل جمهور النادي الاهلي. ليه؟ لانه زعلان ومتضايق ان هو كان نفسه يكمل، كان نفسه يزود، كان نفسه يجيب جون، كان نفسه يطلع والاهلي على الاقل متعادل. اللي هيفهم الكلام ده كله لو لعبت كوره هتفهم الكلام اللي انا بقوله ده كويس جدا. بالمناسبه انا لا يعني انا ما بغلطش في اشخاص ولا بقول اي حاجه، ولكن انا بنتقد حاجه حصلت. يا جماعه نادي الاهلي كسبان بطوله، قول له مبروك، شد على ايده وقول له الف مبروك، وبعد كده استنى يومين ثلاثة وبعد كده ابقى اتكلم، عندنا ماتش يوم الاحد مع فيوتشر، ابقى قول اللي انت عايزه، لكن في ساعتها كده على طول اعتقد ان ده شيء مش جيد من وجهة نظري. طبعا انا ما اعرفش، انا بقول وجهة نظر، ولكن اي حد لعب كرة وجهة نظري هيبقى فاهم ان رد فعل لعيب الكرة الطبيعي
الطبيعي ان هو يطلع بعد المباراه يبقى متضايق من نفسه، لكن ما يغلطش مع جمهوره، ما يغلطش مع مدربه، ما يغلطش على مديره الفني. انا مش عايز ادي الموضوع ده اكبر من حجمه بالمناسبه، ولكن انا دايما بستغرب ودايما تذكرت كلمه الكابتن خطيب قبل الانتخابات لما قال الكلمتين دول، فانا قلت لازم اقول الكلمتين دول، ولكن مش هدي الموضوع ده اكبر من حجمه، لان انا عايز احتفل، انا مبسوط، انا وكل جمهور النادي الاهلي مبسوطين باللي بيحصل، سعداء جدا باللي بيحصل، سعداء بالبطوله القاريه رقم 24. وبالمناسبه مصر كلها معانا، انا متاكد ان حضرتك معانا برضو، انا مش متضايق بالعكس، بس انا بقول ان لو حضرتك لعبت كرة هتفهم كويس جدا جدا ليه حسين عمل رد الفعل ده، وليه دايما لما بيبقى في مدير كرة ذكي ولعب كرة وكان نجم في كرة القدم بيعرف امتى يعاقب على الموضوع ده وامتى ما يعاقبش، ولو في مدير فني نفس الكلام بيعرف امتى يعاقب وامتى ما يعاقبش. فانا مش هدي الموضوع ده اكبر من حجمه، ولكن انا حبيت ان انا اتكلم فيه لانه حاجه يعني تذكرت الحقيقه كلام الكابتن خطيب، وقلت ان انا لازم ارد في هذا الاتجاه واقول هذا الاتجاه، ولكن احنا فرحانين ومبسوطين، هنفضل فرحانين وهنفضل مبسوطين، طالعين نحتفل مش طالعين نعمل حاجه، احنا طالعين النهارده نحتفل مع حضراتكم. ومعايا في الجزء الثاني من هذه الحلقه النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، هيحتفل معانا على الهواء مباشره، وايضا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري، و هنحتفل معاهم في كل شيء، لكن دايما نرجع تاني للقاعدة الأولى، القاعدة الأولى إيه؟ القاعدة الأولى إيه؟ إن أنت ما تفرحش غير بعد صفارة الحكم. وأنا النهاردة أنا كنت قاعد بتفرج على المباراة، أنا والأستاذ إيهاب الخطيب والكابتن أسامة حسني كنا قاعدين في أوضة الأستاذ إيهاب الخطيب. فانا كابتن اسامه حسني ما كانش لي يعني، قال لي بص يا اسلام انا حاسس ان الماتش يعني صعب علينا مش عارف ليه، هو اسامه على فكره واسامه من الناس اللي بتتوقع كويس قوي. فاسامه قال لي يعني بص يا كابتن اسلام انا حاسس ان انا، قلت له يا كابتن اسامه ما اعرفش، وانا كمان ايه واضح ان كلامك صح خلاص. المهم المباراه فضلت ماشيه 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 لغايه اللعبه بتاعت كريم بن حليب لاعب نادي الرجاء، كرة جات له، معلش انا هاجي كده شويه مش مهم النور يا جماعه، انا هاجي كده شويه، الكرة جات له قام واقف باصص كده وعامل كده وبص الناحيه دي. الوقت ده تحديدا انا كنت طالع من الاوضه، كنت طالع من اوضه الاستاذ ايهاب وقلت هطلع اكمل في حته تانية. ما كانش عندي امل الحقيقه، او يعني امل كان 50% 50%. بعد ما شفت اللقطه دي خدت الورق وقمت باصص لاسامه حسني ولإيهاب الخطيب، قلت له يا استاذ ايهاب يا كابتن اسامه احنا هنتعادل وان شاء الله، ما اعرفش هنكسب ولا مش هنكسب بس قلت هنتعادل. ليه انا قلت الكلمه دي؟ لان افتكرت انا كنت في الملعب بقى في المباراه الثانيه، في مباراه الصفاقسي اللي جابها سمير من شويه لحضراتكم، نفس الموضوع بالظبط. انا كنت في الملعب وبصيت كده لقيت لاعب نادي الصفاقسي بيحتفل وعمال يقول للعيبه يلا يلا يلا، ويقول للجمهور يلا نحتفل يلا نعمل. وساعتها كان عبد الكريم النفطي لو على ما اتذكر، يعني عبد الكريم النفطي قال لهم يلا وعايز يتبسط، اهي الصوره دي الاولانيه، ده مش عبد الكريم النفطي، لا الصوره الاولانيه دي كانت هي الاساس. لما شفت الصوره الثانيه بتاعت كريم بن حليب، لا بس مش هي دي كريم بن حليب، هبعتها او هخلي حد يطلعها لنا دلوقتي، ده حميد احداد وهو خارج بيحتفل مع جمهوره. فافتكرت الكره دي تحديدا، افتكرت إن عندما تتعالى على كرة القدم، عندما تتعالى على كرة القدم عمرها ما هتدي لك. فقمت باصص لكابتن أسامة حسني وبصيت للأستاذ إيهاب الخطيب وقلت لهم يا جماعة إحنا إن شاء الله هنتعادل. إن شاء الله هنتعادل. بعدها قعدت على الكنبة، ربنا كرمنا بهدف التعادل من بصة كريم بن حليب. ومش أنا لوحدي، أنا فوجئت على الفيسبوك الحقيقة محمود بن حليب. ماشي مش مهم، هو كله شاي بلبن. فالمهم في الاخر انا اقصد ايه؟ انا اقصد ان يعني الحاجات دي لا تتعالى على كرة القدم، ولا تأمن النادي الاهلي لغاية لما حكم يصفر. هو ده النادي الاهلي، وهو ده الفرق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني، بجد والله قد ايه الواحد كان مبسوط وفرحان وفخور، على الرغم من ان احنا ما كناش كويسين قوي الشوط الاولاني، وانا بقولها لحضراتكم اهو، ما كناش كويسين قوي الشوط الاولاني، ولكن الشوط الثاني مع التغييرات، مع تغيير طريقة اللعب، مع الكلام ده كله سمعته مع استوديو التحليلي مع الكابتن أيمن شوقي ونجومنا الكبار اللي كانوا موجودين، وشفتوا فرحة لعيبة النادي الأهلي،
الموضوع اتغير. النادي الاهلي البوزيشن في النادي الاهلي 70-30، الاستحواذ 70-30، 70 للنادي الاهلي و30 لنادي الرجاء، وبالتالي النادي الاهلي هو الاقرب، هو الاحق، هو الافضل، هو اللي يستحق الحقيقه ان هو يكون بطلا للسوبر الافريقي. والسيناريو حلو، سيناريو المباراه يعني نتيجته حلوه في الاخر، ان انت تبقى مغلوب 1-0 لغايه الدقيقه 90 ولا 92، وكالعاده وروح الفانيلا الحمراء، كالعاده روح الفانيلا الحمراء هي اللي دايما، هي اللي دايما بتخلينا نصل، ان انا ابقى واقف قدام حضراتكم او انت كاهلاوي مبسوط وفرحان باللي بيحصل، مبسوط وفرحان باللي بيحصل. عشان كده الموضوع بالنسبه لي النهارده انا سعيد جدا جدا، لانه فكرني بحاجات قديمه. وبالمناسبه انا حكيت لحضراتكم امبارح، قلت لكم ده كان نفس مباراه الجيش الملكي. الجيش الملكي كان جاي يلعبنا هنا في القاهره برضه في كاس السوبر ساعتها الافريقي، والكل قال لك الاهلي هيكسب كتير وبتاع. انا فاكر ان الكابتن شادي محمد طلع كره من على خط الجون في الدقيقه 92 برضه او 91، كانت داخله في النادي الاهلي جون، ودخلنا شوطنا ركلات الجزاء. انا شوط ركله الجزاء، واسامه الكابتن اسامه حسني شاط ايضا، شاط ايضا ركله الجزاء، وكابتن عماد النحاس وبوتريكا ومش فاكر مين الخامس الحقيقه، وكسبنا تقريبا بنفس السيناريو ده، بنفس السيناريو ده. وبالتالي افتكرت حاجات حلوه كتيره، افتكرت ايام حلوه كتيره مع جمهور النادي الاهلي ومع زمايلي واصدقائي واخواتي واحبائي اللي كانوا موجودين معايا في ذلك الوقت، في او انا كنت موجود معاهم الحقيقه في ذلك الوقت في النادي الاهلي. فكنت سعيد جدا جدا جدا، الفرحه بالنسبه لي النهارده كانت مضاعفه، الفرحه كانت عفوا، قد ايه الواحد كان سعيد، قد ايه الواحد كان مبسوط ان احنا كلنا فرحانين. اللعيبه النهارده على الرغم من ان معظم اللعيبه اللي كانت موجوده كان عندنا تعب، كان عندهم تعب واضح جدا الحقيقه في المباراه، واجهاد واضح جدا في المباراه، ولكن لعيبه رجاله، لعيبه بتموت نفسها سواء مع المنتخب مصر او حتى مع النادي الاهلي. مع منتخب بلدي انا هلعب لغايه اخر ثانيه وهموت نفسي، ومع النادي الاهلي هلعب لغايه اخر ثانيه وهموت نفسي. هو ده الفارق الكبير جدا جدا ما بين النادي الاهلي واي حد تاني، او لعيبه النادي الاهلي واي حد تاني. عشان كده الاهلي دايما هو اللي مفرحنا. لسه احتفالاتنا مكمله وفرحتنا كتير، وابعت لنا لقاءات كثيره جدا وفرحه كبيره جدا من ارض الملعب ومن الفندق. وفي البدايه بس الاول لازم كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه فريق الكره في قطر حرص على تهنئه الجهاز الفني ولاعبي الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي عقب انتهاء المباراه بالتتويج بالسوبر الافريقي للمره الثانيه على التوالي، واتمنى في تاريخ النادي بعد الفوز على الرجاء المغربي ب 6-5 بضربات الترجيح. اشاد كابتن محمود الخطيب بالجهاز الفني والاداء الرجولي للاعبين والاصرار على تحقيق الفوز، مشيرا الى ان تتويج الاهلي بالسوبر الافريقي للمره الثانيه والتامنة في تاريخه يلقي بمسؤولية كبيرة على اللاعبين ويدفعهم إلى تحقيق المزيد من البطولات. كابتن خطيب أكد على ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على تحقيق المزيد من الإنجازات بالشكل الذي يتناسب مع أحلام وطموحات جماهير وأعضاء النادي الأهلي. ألف ألف مبروك أهلاوية، لسه فرحتنا مكملة ولسه عندنا لقاءات كثيرة وكلام كتير جدا جدا جدا، وهنكمل مع حضراتكم. ولكن خلونا نروح إلى قطر وإلى زميلنا كريم أحمد وفرحة الفوز بالسوبر الثاني على التوالي والثامن في تاريخ النادي الأهلي مع المدرب العام للنادي الأهلي كابتن سامي مصان. وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع لحضراتكم مرة أخرى. فوز مهم كابتن سامي ومصان، مبروك يا كابتن سامي، جمهور اكتر من رائع، تحضيرات مميزه جدا وتوفيق ربنا الحمد لله كان معانا. حابب تقولي على الجيم انتهت بركلات الترجيح لكن ادينا لعينا وتوفيق ربنا كان معانا، حابب تقولي يا كابتن سامي؟ طبعا تحياتي كابتن ايمن، ببارك له طبعا وببارك للضيوف كله. زي ما انت قلت بطوله كبيره وبتلعب فرقه كبيره عندها خبرات كبيره جدا في افريقيا، خصوصا النهائيات اعتقد من المرات القليله اللي هم بيخسروا نهائيات، يعني فرقه عندها خبرات، عندها مدرب بلجيكي كويس، كانوا مركزين جدا في المباراه. يمكن احنا الحمد لله قدرنا نحسمها في الاخر، لكن الحمد لله برضو تحسب للعيبه الجهد دوت، وديك شفت معظم اللعيبه الدوليه الاجهاد البدني مأثر عليها جدا جدا. النهارده السوليه بنفقد تغييره في التسخين يعني مهم في وقت صعب جدا، يعني حتى نفسيا اللعيبه يعني ياسر ما سخنش غير حوالي دقيقتين وبعد كده دخل المباراه، يعني
حمدي نفس قصه، جهد بدني كبير، اكرم نفس القصه، فلكن الحمد لله طبعا بشكرهم على الجهد ده وعلى البطوله ديت، واعتقد الحمد لله ان احنا كنا حق بالبطوله، ومبروك تاني مره تاني بقول النادي الاهلي. التغييرات كان ليها تاثير الحقيقه كابتن سامي، والتعليمات كمان الفنيه بشوفك على طول على الخط رايح وبتوجه اكرم يرجع معلول، التغييرات كان ليها سر، والحقيقه الشوط الثاني كان مختلف بشكل كبير، ان الهدف جه في توقيت مهم جدا 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 في هذه المباراه. طبعا قلت مهم جدا ان انت بتبقى محضر المباراه وسيناريو المباراه، يمكن الراجل بيتكلم او قبل المباراه كتير جدا في التصورات بتاع المباراه، لو جبنا جول لو لا قدر الله دخل فينا جول، فالحمد لله بتساعد التحضير دوت اللي انت بتبقى عايش الماتش اكتر يعني. لكن طبعا اللعيبه، حتى اللعيبه اللي نزلت ادت اداء مميز جدا النهارده، طاهر ما شاء الله بيقدم مباراه كبيره جدا وبياكد ان هو لعيب كبير، احمد حمدي لما نزل برده نفس القصه عمل اداء كويس، ياسر في البدايه برده نفس القصه، فاعتقد الحمد لله النتيجه الحمد لله مرضيه لينا ولجمهورنا، وان شاء الله نوعدهم ان شاء الله مزيد من البطولات دي. الجمهور وهتافه وحماسه الحقيقه حاجه تابلو رائع جدا ومش جديد على جمهور النادي الاهلي، محضرين امور كثيره جدا وحاولوا ان هم يجوا يحققوا الانتصار مع فريق النادي الاهلي. بتشوف الجمهور ازاي وهتافه ازاي في اللحظات كانت صعبه جدا يا كابتن؟ انا بشوف النتيجه اللي بتحصل خصوصا في الاوقات الحرجه زي كل دي بترجع بعد ربنا طبعا للجمهور دوت، انت شفت التشجيع من قبل المباراه حتى يعني، وبتدي ثقه للعيبه، بتدي ثقه للجهاز، بتدي ثقه للمنظومه كلها، ان انت الجمهور ده عنده ثقه ان انت هترجع. الحمد لله يمكن اللعيبه ما خذلتهمش النهارده، والحمد لله قدرنا نرجع بشكل كويس جدا، وربنا كلل جهودنا بضربات الجزاء، وبطوله انا شايفها بطوله صعبه جدا. يمكن قبل المباراه ناس كتيره كانت بتتكلم بشكل سلبي على فرقه الرجاء ان فرقه ضعيفه ومع مش ماشيه كويس، لكن انا بقول ان ارجع للتاريخ هترجع تلاقي فرقه كبيره جدا، حققها حوالي 9 بطولات افريقيا ما بين بطوله افريقيا وكونفدراليه وسوبر وافريقيا اسيوي، فاعتقد فرقه صعبه، واعتقد النهارده الحمد لله ان ربنا يكسب نكسب النهارده بالشكل دوت. ما شاء الله على الحمد لله الحمد لله مبروك، شكرا شكرا مبروك. ودي اسمه فوق الكل وعلي ودولاب بطولات عمالي يتملي يتشرف اللي انتمى الاهلي القمة اسمع له مسمى اهلي وفي دمي بتشجيع وبتباهى هتزيد وتعلي احسب لي وقولي في السنة شوف كام بطولة حق والرجالة مكملة ده محلي وقري عالمي وقدرنا نعدي بعيد عن أي وقارة ومنتهي المسألة مرحلة بعدها مرحلة والرجالة مكملة ده محلي وقري عالمي وقدرنا نعدي بعيد عن أي وقارة ومنتهي المسألة الأهلي القمة اسمع لمسمى والكل بحبه اندفع فكري وخطة وتكتيك ودراسة نتيجته دباسة ده شطها رصاصة معانا الكاس اترفع انجاز بالجهد الدفع والكل بحبه اندفع فكري وخطة وتكتيك. شغل حلو والفرحة حلوة وكل حاجة حلوة. بالمناسبة النهاردة كان على النادي الأهلي في ضيف على تشيرت النادي الأهلي، ضيف جديد الحقيقة، نتمنى إن شاء الله إن هو يكون ضيف دائم مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، ووشه حلو الحقيقة برضو. يعني كان عندنا ضيف النهاردة على تشيرت النادي الأهلي مرسول كان ضيف النهاردة، كنا بنستنى كلنا هيعمل إيه أو إيه اللي هيحصل خلال المباراة، ولكن مرسول بقى في حتة تانية. ليه؟ علشان النهاردة النادي الأهلي فاز بسوبر رقم 8، السوبر الثاني على التوالي ورقم 8 للنادي الأهلي. وبعدين بقى النهارده كمان عاملين
بعض البرومو كود او عروض الترويجيه لشركه مرسول علشان كل جمهور النادي الاهلي يبقى شايف اللي بيحصل ده ويساهم في وجود مرسول في السوق المصريه اللي بقى لها اعتقد ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه هتبقى بدايه جيده جدا مع النادي الاهلي. ده عرض سوبر لابطال سوبر، استخدم برومو كود سوبر الاهلي 8 وهتاخد خصم 30 جنيه على 8 اوردرات الجايين مع مرسول، فان شاء الله تبقى بدايه جيده مع النادي الاهلي وضيف ان شاء الله يكون ضيف دائم مرسول عامل عروض سوبر زي ما حضراتكم شايفين. طيب خلينا نروح للأستاذ أسامة حرفوش المدير الإقليمي لشركة مرسول في مصر. أستاذ أسامة يعني ألف مبروك النهاردة تواجد مرسول على تيشيرت النادي الأهلي. أنا لسه كنت بقول ضيف وشه حلو وإن شاء الله يبقى ضيف دائم موجود مع النادي الأهلي. لا إحنا أصحاب بيت يا كابتن. يعني طبعا أنا بهني كل جماهير النادي الأهلي وبهني جماهير مصر كلها بالفوز ويعني الاستحقاق اللي أخده النادي الأهلي النهاردة. الأهلي دايما بيكتب تاريخ واللي يكون مع الأهلي دايما كسبان. احنا صراحة بنتشرف برعايتنا ودعمنا للفريق الأهلي في مباراته النهاردة في كاس السوبر، ونتمنى انه بقى ياخد اللي جاي واللي بعده واللي بعده، واحنا طبعا نبقى معاه لانه احنا عايزين نكتب تاريخ احنا كمان. بصراحه الموضوع لما اتعرض علينا احنا كنا مرحبين جدا، بل بالعكس يعني احنا اللي بنسعى ان هو نبقى موجودين على تيشيرت النادي الاهلي، لان ده شرف لاي شركه ان هو يكون في يعني مع دولاب البطولات المتحرك في النادي الاهلي. فريق بيقدر يحقق نجاحات وبطولات وبيوصل لاهدافه بسرعه، واحنا كمان بنوصل، فاحنا حابين نقول للناس ان احنا كمان قادرين نوصل النادي الاهلي للسوبر، وان شاء الله نوصله للجزيره يعني مره ثانيه وثالثه ورابعه وعشره والف يعني. زي ما عملتوا جايزه لعمرو السوليه بافضل توصيله او افضل ثرو باس اتعمل، اعتقد كانت جايزه رائعه جدا ويستحقها الحقيقه، وساعدت بشكل كبير جدا على ما اعتقد فيه ان عمرو روحه المعنويه ترتفع خصوصا بعد خروج مصر من بطوله كاس العرب. طبعا يعني كابتن عمرو السوليه يعني قيمه وقامه، واحنا كان نفسنا نقول له يعني متشكرين يا كابتن عمرو على البطوله العظيمه اللي انت عملتها مع منتخب مصر، وسوء التوفيق او سوء الحظ اللي حصل ده ما يشيلش اي حاجه من تاريخك، وبالعكس احنا كان نفسنا نقدم لك حاجه اكبر من كده، لذلك فكرنا في حكايه احسن توصيله هي لايقه عليه، لايقه على كابتن عمرو السوليه اللي وصل مصر ووصل النادي الاهلي بتوصيلاته وبكور كتيره قوي للهدف يعني المنشود. الحقيقه احنا حاولنا على مدار الفتره اللي فاتت ان احنا مش بس نعمل الدرع ده، لكن كمان كنا عايزين نرفع الروح المعنويه لكل لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه منتخب مصر، وكمان كنا عاملين مسابقات كتيره قوي علشان نخلي كمان جمهور الاهلي يبقى هو كمان سعيد ونرفع من الروح المعنويه لحد ما ناخد الكاس ونجيب له بقى الكاس لغايه عنده يعني. وحضرتك معانا، خلينا نطلع نشوف فيديو صغير لبيتسو موسيماني وهو بيسلم عمرو السوليه كاس مرسول، خلينا لافضل توصيله، خلينا نطلع نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل. عمرو presenting you with a gift or a present for the best Rabona delivery. So you delivered a very good assist. So you deserve a small gift, a presentation for what you do. So this is for you, my friend, for the best delivery. Thank you, coach. فكرة لطيفة الحقيقة، أفضل تمريرة وأفضل توصيلة الحقيقة للمرمى. أستاذ أسامة يعني أفكار رائعة وأفكار جديدة كلها، ولكن في النهاية تعاون مهم وتعاون مشترك ما بين شركة مرسول والنادي الأهلي. الحقيقة إحنا شركة مرسول مهتمية جدا بالرياضة، يمكن في ناس ما تعرفش إن إحنا عندنا في المملكة ملعب باسم مرسول، اسمه مرسول بارك، وده موجود في المملكة في مدينة الرياض. والحقيقه اهتمامنا بالرياضه في مصر جاي من انه احنا فعلا مش جايين مصر مجرد ان احنا شركه بتستثمر وعايزه يعني توفر فرص عمل
لكن مش بس كده، احنا عايزين نساهم في النهضه الكبيره اللي حاصله في مصر في الفتره اللي فاتت، عايزينها على مستوى التكنولوجيا، على مستوى الرياضه، على كل المستويات اللي احنا نقدر نساعد ونساهم فيها. ومفيش احسن من بوابه النادي الاهلي اللي توصلنا للناس كلها، علشان ده معنى النجاح ومعنى البطولات ومعنى الوصول للقمه. فاحنا ان شاء الله مع النادي الاهلي ودايما، وفي مفاجآت ان شاء الله في الفتره اللي جايه هيشوفها جمهور النادي الاهلي مع مرسول ومع النادي الاهلي ان شاء الله. ولكن برضو حضرتك معانا ضروري جدا نطلع نشوف فيديو، الحقيقه كان رائع جدا ما بين قفشه واكرم توفيق، عملوا فيديو كده لطيف جدا، خلينا نطلع نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل مع حضرتك مره تانية. النهارده متجمعين انا واخويا الكابتن اكرم توفيق، مرحبا بيك يا كابتن منورني. الله يعزك يا كابتن مصر. النهارده يا كابتن في مسابقه النادي الاهلي عاملها، ان شاء الله اللي هيكسب تيشيرت النادي الاهلي، فاحنا هنختار الكومنتات انا وانت، هنختار اثنين، انت تختار واحد وانا اختار واحد، وكل واحد يقول اسم المين، اسم اللي هو هيكسب تيشيرت النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن، قلب كده شويه، اختار انت يا كابتن اتفضل. اول ما تقول ستوب انا هقول ستوب. ستوب. اختار مين صاحب الحظ. واكرم شكله بيدور على واحد قريب. في كتير قوي. الناس كلها نفسها في تيشيرت النادي الاهلي. اكرم صاحب الحظ. احمد محمد هو اللي كسب معانا تيشيرت النادي الاهلي. انا هقرا صورته دلوقتي قدام الكاميرا. بس اكرم مش عارف يطلعها. مش عارف اجيب الصوره. برضه الناس مصعبانها قوي، بحط الصوره دي خلال الناس كلها تشوفها. طب يلا يا اكرم عامل ايه؟ احنا عايزين نختار واحد تاني، هم اتنين، انت بقالك ساعه في واحد، انت بتدور على حد قريبك ولا ايه؟ كان اسمه ايه؟ شوف واحد غيره، انا مسامحك بس شوف واحد غيره. لا لا هو طالما قلنا اسمه يبقى هو. دوس على الصورة صح زي ما مش عايز يفتح بقى الصورة. هي المشكلة في الصورة، خلاص عرض لهم بقى الصفحة بتاعته. هو ده كسبان معانا يا جماعة. أحمد محمد رقم واحد. عايزين نختار واحد تاني، أنا اللي أختار بقى يا كابتن، أنت بقى المذيع. كابتن رامي. كابتن رامي. واسمه احمد ام حاجه الكومي. طب ما صوره فاتحه تاوي زي الفل. ده الكسبان يا جماعه. اسمه احمد، هو احمد الكومي. احمد الكومي. اه احمد الكومي. هو الكسبان. ايوه هو ده. يا ابن المحظوظ يا احمد يا كومي. طبعا كده اخترنا اثنين اللي كسبانين تيشيرت النادي الاهلي. اخترنا اثنين اللي كسبانين تيشيرت النادي الاهلي، نقول لهم مبروك، وان شاء الله الفتره اللي جايه نعمل لكم سباقات اكتر، وكل الناس تكسب تيشيرت النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا. شكرا يا كابتن اكرم، ونورتنا يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن قفشه، الشكر ليك. بس مش عايز اشوفك تاني بقى. ولا انا عايز اشوفك الصراحه. الف مبروك للناس اللي كسبت، وطبعا يعني يكونوا دعم لينا في الماتش اللي جاي، وان شاء الله نفرحكم قريب ان شاء الله. شكرا يا كابتن اكرم. شكرا. فكره لطيفه جدا يا استاذ اسامه، وبتسعد جمهور النادي الاهلي، وبالفعل كان وشكم رائع النهارده على كل جمهور النادي الاهلي وعلى النادي الاهلي في فوزه بالثانيه على توالي والسوبر رقم 8 في تاريخه. يعني احنا سعداء جدا بالشراكه دي مع النادي الاهلي، وصراحه يعني في مجهود خلف الكواليس كبير قوي حصل، سواء كان من شركه برزنتيشن او حتى من البي ار تيم بتاعنا تامر واحمد برماوي، وكمان التيم بتاع مرسول الكبير اللي كان موجود في قطر زي محمد مجدي، وكمان التيم اللي موجود في السعوديه اللي ساهم بانه يعني الحاجه دي تظهر بالشكل الاحترافي. شكر كبير قوي ليهم، شكر قوي للنادي الاهلي انه خلانا نبقى جزء من الفرحه دي. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمصر، مبروك لينا كلنا، وان شاء الله تشوفونا مع النادي الاهلي ومرسول ثاني. اخيرا قبل ما اسيب حضرتك، عروض سوبر لابطال السوبر، استخدم برومو كود سوبر الاهلي 8 وهتاخد خصم 30 جنيه على الثمان اوردرات الجايين مع مرسول، كلها مرتبطه بكاس السوبر رقم 8 للنادي الاهلي ان شاء الله.
يعني حاجة جميلة جدا. أنا بشكرك جدا يا أستاذ أسامة على وجودك معنا، شكرا جزيلا للأستاذ أسامة حرفوش المدير الإقليمي لشركة مرسول في مصر. زي ما قلت لحضراتكم حاجات كتيرة جدا، النادي الأهلي دائما ما بيعطي الانطباع بالفرحة بالسعادة، الكل بيبقى أو الكل بيتسابق أن هو يكون موجود على تيشيرت النادي الأهلي. فاز مرسول بتيشيرت النادي الأهلي أو بوجوده على تيشيرت النادي الأهلي في كأس السوبر، والحقيقة زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي أن كان وشه حلو جدا، يعني عايزين إيه نشتغل على مرسول الفترة اللي جاية كلنا كأهلوية علشان الفرحة حلوة بيني وبينكم برضو، والناس عاملة عروض سوبر لأبطال السوبر طبعا، وأبطال السوبر مش اللاعبين فقط، خلي بال حضراتكم لاعبين وكل جمهور النادي الأهلي 70-80 مليون أهلاوي في مصر بس، مش هنتكلم بقى على البلاد العربية والخليجية تحديدا وقيمة الجالية المصرية وقد ايه هم هناك، ولكن انا بتكلم في مصر بس 70-80 مليون أهلاوي لو استخدموا هذا الموضوع هتبقى الأمور جيدة جدا جدا جدا. طيب خلينا نروح للأستاذ محمد مجدي مدير تسويق مرسول مصر برضو، ونهنئه بهذا الشكل الرائع الحقيقة اللي ظهر بيه مرسول على تيشيرت النادي الأهلي. ألف مبروك طبعا يا أستاذ محمد وجودكم على تيشيرت النادي الأهلي، وثانيا ألف مبروك طبعا البطولة رقم 8 في تاريخ النادي الأهلي بالنسبة لبطولة السوبر الإفريقي. كابتن إسلام الله يبارك فيك، مبروك لنا كلنا، يمكن احنا الحمد لله كان أول ظهور لنا مع النادي الأهلي، واحنا بنشرف يعني بنتشرف إن احنا موجودين في حدث زي ده وفي بطولة زي دي، والأهلي الحمد لله يعني ربنا أكرمه وقدرنا نفوز بالبطولة الحمد لله. يعني يا أستاذ محمد البعد التسويقي لاختيار النادي الأهلي كان إيه؟ كان يعني الأهلي دايما فريق عظيم ودايما معودنا على إنه لازم بيسعى يحقق اهدافه ولازم يحقق بطولاته في اسرع وقت ممكن. يمكن ده كان جانب تسويقي مع مرسول، لانه مرسول النهارده احنا بنستهدف ان احنا نوصل احسن خدمه لعملائنا باسرع وقت ممكن وفي لحظات الحرجه، احنا ابلكيشن او تطبيق التوصيل ده عند الطلب، والنهارده قايم على فكره ان العميل دايما عنده حاجه محتاج يوصلها في اسرع وقت وينجزها له في وقت هو محتاجه. دايما الاهلي معودنا على ان احنا لما بنحتاج الاهلي بنلاقيه، دايما معودنا على ان احنا محتاجين هدف بنلاقيه، ربطنا ده باسم الاهلي وربطنا ده بالكونسيبت بتاع الدقيقه 90، والاهلي النهارده الحمد لله اكرمنا في الدقيقه 90. هتحس ان السيناريو معمول يعني. صحيح الحمد لله، يعني الحمد لله ده توفيق من عند ربنا، لانه الحقيقه انتوا اجتهدتوا في ظرف يعني 3 4 5 ايام، او طبعا انا عارف ان في من قبلها فتره طويله، ولكن في ظرف 3 4 ايام اجتهاد شديد جدا. انا عارف ايه اللي حصل في قطر وايه اللي حصل قبلها هنا في مصر، فكان الموضوع كان، لكن في النهايه ظهر بشكل رائع الحقيقه. يمكن احنا الحمد لله كان في توفيق من عند ربنا كبير، احنا في 5 ايام قدرنا نحقق اهداف كتير قوي من شراكتنا مع النادي الاهلي، يمكن اهمها وكنا احنا مركزين عليه ان احنا بس البعد التسويقي، كمان البعد النفسي، احنا كنا اشتغلنا على سواء على اللعيبه والجمهور، اشتغلنا مع الكابتن عمرو السوليه ان احنا اهدناه كاس احسن توصيله عن الاسيست بتاعه في ماتش الامارات والزمالك، احسن توصيله في 2021، وده كان الروح المعنويه من كابتن عمرو السوليه. في الجانب الثاني مع الجمهور كنا اشتغلنا معاهم على حملات تسويقيه ان نكسب الناس التيشيرت، وطبعا تيشيرت الاهلي بيمثل طبعا حاجه قيمه كبيره جدا لجمهور الاهلي، فكان هدفنا كمان الجزء التسويقي ده بره الجزء الخاص بالطلبات وزياده عدد الطلبات بتاعتنا، كنا مركزين كمان ان احنا ندعم النادي وندعم الجمهور اللي هو حمى النادي زي ما بيقول يعني. تمام، ما هو قادم بقى ان شاء الله؟ يعني اعتقد شراكه ناجحه وشراكه رائعه ما بين وبتؤكد القوة التسويقية للنادي الأهلي واسم النادي الأهلي واسم مرسول، الحقيقة أنه اسم كبير وبيكبر أكتر مع النادي الأهلي وينطلق في مصر مرة أخرى. يمكن إحنا لما أعلنا عن الشراكة بتاعتنا مع النادي الأهلي أطلقنا شعار أول خطوة مع نادي الفرد، الخطوات مش هتقف هنا، دي كانت أول خطوة مباراة السوبر، إن شاء الله في خطوات قادمة بإذن الله هيكون في القريب العاجل بنعلن عنها بشكل واضح، والخطوات حتى مش لمجرد الموسم الحالي، احنا ان شاء الله عندنا خطه طويله المدى. يمكن احنا في السعوديه كمان كان عندنا تجربه مع مرسول بارك، استاد مرسول بارك، ان احنا نحقق الحقوق التجاريه باسمه ولمده 50 سنه، وده كمان احد الاهداف اللي احنا باصين عليها على اللونج تيرم في مصر. وطبعا كان الاهلي هو بالنسبه لنا
رقم واحد لاسم النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي، وزي ما حضرتك قلت لربط الجانب التسويقي بتاع مرسول باهداف الاهلي ان شاء الله. الحقيقه يا استاذ محمد يعني كل الافكار اللي اتعملت هي افكار جيده جدا وافكار رائعه ومستوحاه طبعا من امور كثيره جدا ومن شراكه النادي الاهلي دائما مع مرسول. الكبير دائما بيبقى مع بيعمل شراكه مع الكبير يعني، وبالتالي افكار رائعه انا بهنيك عليها الحقيقه وبهني كل التيم اللي اشتغل عليها خلال الفتره السابقه. الله يخليك يا فندم. طبعا من هنا انا بحب اشكر كل اللي ساعدنا ان احنا نطلع الحمله بالشكل ده، فريق النادي الاهلي، فريق الميديا بتاع النادي الاهلي، فريق شركه برزنتيشن والمساعده اللي قدموها لنا في حدود 5 ايام يعني ان احنا نطلع بالشكل ده. كان الحمد لله عندنا مساعده من جميع الاطراف. يعني انا بشكرك جدا يا استاذ محمد، الاستاذ محمد مجدي مدير تسويق مرسول مصر. الحقيقه وزي ما قلت لحضراتكم ضيف جديد لازم كنا نرحب بيه، لانه الحقيقه برضو ضيف وله نكهه خاصه. الحقيقه نكهته الخاصه كانت ازاي؟ احنا خدنا البطوله الثانيه السوبر الافريقي الثانيه على التوالي ورقم 8 والبطوله رقم 24 اللي بتقربنا من ريال مدريد، وبالتالي احنا عندنا جزء بعد محلي وبعد افريقي وبعد عالمي، والبعد الاقتصادي احنا شفناه من شويه. والحقيقه قبل اي حاجه ده بيؤكد قيمه النادي الاهلي، وهذه هي كره القدم. كره القدم بتعتمد على اشياء كثيره جدا، من ضمن هذه الامور تسويق وبعد اقتصادي وملفات كثيره جدا جدا مرتبطه بكره القدم. النادي الاهلي يدير هذه الملفات بكل كفاءه واقتدار من خلال كل اداراته المختلفه. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هرجع اكمل مع حضراتكم احتفالنا واحتفال السوبر الافريقي رقم 2 الثاني على التوالي يعني، ورقم 8 في عدد البطولات اللي خدها النادي الاهلي في تاريخه، 8 بطولات سوبر افريقي. بعد هذا الفاصل هنرجع بقى ونكمل احتفالاتنا. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنعة، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولين، بطولة شمال كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجيال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنعة، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولين، بطولة شمال كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجيال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما قلت لحضراتكم النهارده يوم فرحه الحقيقه، ويوم كله سعاده، لانه بنقترب بالبطوله رقم 24، البطوله الثامنه في تاريخ النادي الاهلي بالنسبه للسوبر الافريقي، البطوله الثانيه على التوالي، بطوله رقم 24 بالنسبه ل عالميا يعني، علشان او قاريا الحقيقه، علشان نقدر نصل الى النادي الاكثر تتويجا مش في افريقيا بس ولكن في العالم، ان شاء الله في مصر طبعا وفي افريقيا ان شاء الله وفي العالم كله ان شاء الله بطولتين، وربنا يسهل كده ونقدر ناخدهم خلال الايام القادمه.
حب النادي الاهلي دايما بيبقى في كل مكان، وللصغيرين وللكبار وللشباب وللسيدات وكل الناس، كل الناس بتحب النادي الاهلي. شفت اتفرجت على الفيديو ده، الحقيقه عجبني جدا 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 الفيديو اللي عايز اوريه لحضراتكم. جاهز؟ ده لرابطه الاهلي في الكويت. الحقيقه بصوا الناس وبصوا الولاد الصغيرين، وده دايما اللي بيلفت نظري قد ايه حب النادي الاهلي بيوديك في مكان تاني وبيخليك في حته تانيه. بص حضرتك الطفل الصغير بيعمل ايه؟ سمعنا يا سمير الصوت. يعني بصراحه فيديو عبقري عبقري. هنحاول برضو لو عندكم فيديوهات لسيدات يعني بتبقى فرحانه بتاريخ النادي الاهلي وببطولات النادي الاهلي، برجاله كبار بشباب صغيرين، فيديو عبقري الحقيقه، زي الفيديو بتاع كابتن خطيب امبارح مع الطفل الصغير الثلاث سنين او اربع سنين. ده يعرف كابتن خطيب منين يا جماعه؟ حد يقول لي، محدش يعني ثلاث سنين هيعرف كابتن خطيب منين؟ ولكن اسطوره، ناس بتحبه، ناس بتعشقه، الناس دايما بتبقى شايفاه في مكانه ثانيه، صغير كبير ست راجل، ما يعني الموضوع مش فارق يعني. لكن في النهايه زي ما حضرتك شايف هو ده حب النادي الاهلي. حب النادي الاهلي دايما بيبقى في قلوب كل الشباب. ده الفيديو بتاع امبارح اللي انا اتكلمت عليه مع حضراتكم فيما يخص كابتن خطيئه. بينده بيبو 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 ولاد فرحه. بص بص وشه عامل ازاي، فرحان الطفل، فرحان. بيبو بقى بيبو 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 يعني هو شاب بيبو ده بيلعب؟ لا، هو حب يعني، هو الناس بتحبه. هنعمل ايه؟ الناس بتحبه، هي كده يعني. طلع الشاب الصغير او الطفل الصغير ده لقى باباه بيحب كابتن خطيب، ولقى اكيد اخواته بيحبوا كابتن خطيب وامامه وخلانه وبتاع، فحب كابتن خطيب. عمرهم ما قالوا، تلاقي اكيد يعني انا ما اعرفش، تلاقي مثلا اهله وهم قاعدين عمرهم الولد الصغير او الطفل الصغير ده ما سمعش باباه واصحاب باباه بيتكلموا مثلا يقولوا ايه اصل كابتن خطيب مره شتم، ولا ما عندوش الكلام ده، ما عندوش، ولا اتخانق مع حد، ولا لا، دايما يا سلام على اللعبه دي يا خطيب، يا سلام على المهاره دي يا خطيب، يا سلام على القرار اللي انت خدته في ادارتك للنادي خلال هذه الفتره، غير اغاني الكابتن خطيب. وبالتالي حاجات كلها تخليك دايما تبقى مبسوط، تبقى سعيد، تبقى فخور. في فيديو تاني بقى، الفيديو اللي انا عايز اوريه لحضراتكم ده من شويه يعني، برضو من غرفه خلع الملابس. الفيديو ده ان دل فهو يدل على عظمه، على عظمه النادي الاهلي، وحب النادي الاهلي بيبقى دايما في قلوب كل الناس، حتى الناس اللي مشيت من النادي. هو مشي من النادي سعد سمير ده نجم كبير جدا جدا وسيظل دائما في قلوب كل الاهلاويه. سعد سمير مشي من النادي مظبوط، راح نادي تاني، ولكن راح اعاره لفيوتشر سنتين، لكن في الاخر سعد سمير عمل ايه؟ عمل ايه؟ ورينا. مبروك يا وحش حبيبتي فيروز يا قلبي. جناوي قولي لي يا جناوي. شوفك يا سعد. مبروك يا قلبي. سعد. يا سعد يا سمير يا نجم يا سعد. كابتن اسلام الشاطر بيسلم عليك اهو. اهو. بقول لك فيروز. فيروزة. يا فيروز. عامل ايه يا فيروز؟ حبيبي يا سعد. كابتن سعد. طلع لك خطوط يا سعد. صراحة حاجة تدعو إلى الاحترام. وهتشوفوا بقى عكس الكلام ده، أو مش عكسه أنا آسف، إن سعد سمير لو لعب المباراة القادمة يوم الأحد القادم يعني الأهلي هيلعب فيوتشر، شوفوا سعد سمير هيعمل إيه في النادي الأهلي. هتشوفوا سعد سمير هيلعب برجولة وبمنتهى القوة وبمنتهى الالتزام وكل حاجة، لأنه هي دي مبادئ النادي الأهلي. إن تلاقي سعد بيحتفل مع اللاعبين في غرفة خلع الملابس، واللعيبة بتحتفل مع سعد، وفي نفس الوقت الماتش بعد أربع خمس أيام هتشوفوا سعد سمير لو لعب. أنا ما أعرفش هيلعب ولا مش هيلعب، أنا ما سألتوش، لكن لو لعب سعد سمير شوفوا سعد سمير هيعمل إيه في الملعب. هو ده النادي الأهلي على فكرة، هو ده أسلوب النادي الأهلي، ودي تربية النادي الأهلي، وسعد متربي أو ناشئ من ناشئين النادي الأهلي. وبالتالي حاجات كلها يعني الواحد وهو بيتفرج على الفيديوهات دي جسمه بيقشعر. فيديو بتاع كابتن خطيب مع الطفل الصغير، والفيديو بتاع
الولد الصغير في اللي بيعيط، الفيديو بتاع سعد سمير وهو بيهنئ لاعبين محمد الشناوي ومحمد محمود وطاهر وبقيه اللاعبين وكابتن سامي قمصان وبقيه اللاعبين. وبعدين هي دي كره القدم وهي دي حياه كره القدم، بعدها بثلاث اربع ايام هتلاقي سعد في حته تانية، سعد هيموت نفسه عشان ما يخليش الاهلي يجيب جون لو لعب في المباراه القادمه. هو ده. طيب عندنا فيديوهات كتير النهارده فلسه كملوا معانا، احنا لسه بنسخن يعني، خلينا نطلع نشوف، لسه السهره مطوله شويه. خلينا نطلع نشوف الفيديو ده، فيديو بيرسي تاو وهو بيرقص معانا، خلينا نشوف بيرسي تاو بيرقص ونرجع نكمل. كريم فرص بالكاس، احتفال افريقي يليق بالسوبر الافريقي. الحقيقه الف مبروك لكتيبه النادي الاهلي، الف مبروك لكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، الحقيقه الاعضاء الجدد في النادي الاهلي، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بقيه الاعضاء اللي موجودين والاستاذ خالد مرتجي والاستاذ كل اللي موجودين الحقيقه عشان ما انساش اي اسم من الاسماء اعضاء مجلس الاداره، الاستاذ محمد الغزاوي، الاستاذ طارق قنديل، الاستاذ كابتن حسام غالي، الاستاذ محمد الجرحي، الاستاذ محمد الضماطي، الاستاذ مهند مجدي، مي عاطف، الدكتور محمد شوقي، الدكتور محمد سراج الدين، كلهم الحقيقه، الاستاذ طبعا العمري فاروق نائب رئيس النادي، المجموعه كلها الحقيقه يعني كلهم الحقيقه الف الف مبروك، كل جمهور النادي الاهلي واحد واحد الحقيقه، قد ايه احنا كنا مبسوطين النهارده، قد ايه احنا كنا سعداء، ولكن هذه هي كره القدم، النهارده هنحتفل وهنبسط وهنعمل وهنرقص وكذا وكذا، من بكره حتى جمهور النادي الاهلي يتعود على هذا الكلام. من بكره هنتجه اتجاه اخر وهنبتدي نفكر في مباراه يوم الاحد، عايز اكسب مباراه يوم الاحد تبقى المباراه رقم 7 وان شاء الله النقطه رقم 21 مع النادي الاهلي وتبقى المباراه رقم 7 سابع فوز يا رب ان شاء الله ده اللي يحصل، لاننا نتمنى، لان مباراه فيوتشر هي مباراه صعبه جدا، مش عايز اتكلم عن مباراه فيوتشر، مش عايز بقى اقعد يعني اشد اعصابنا من دلوقتي، ولكن النهارده خلينا نحتفل، النهارده هنحتفل لسه بكره وبعده وبعده نبقى نتكلم في مباراه فيوتشر، ولكن النهارده احتفالات، النهارده فرحه، النهارده انبساط، ولسه عندنا احتفالات ولسه عندنا افراح ولسه عندنا حاجات كتيره جدا، ولسه هيفضل طول عمر النادي الاهلي هيفضل بالنسبه لنا اكبر كيان. في حاجات وأماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل عالأهلي وبطولاته هيقولك وسع القطر، وكفاية عالأهلي الأهلي.
طيب خليني اقول لحضراتكم بعض تصريحات لاعبي النادي الاهلي. بدر بنول قال ان هو سعيد بالسوبر الافريقي الثامن للاهلي والثالث في تاريخ بدر بنول. ايضا قال بدر بنول ان هو كانت مباراه صعبه، وقال ان توجت بلقب السوبر الثالث في تاريخي وهو شرف كبير لي، وشكرا لجميع اللاعبين النهارده. الحقيقه برضو لازم نشيد ببدر بنون تحديدا لانه بيلعب في فريقه السابق وروحه الحقيقه، وكان كابتن فريق الرجاء بالمناسبه بدر بنون، وادى بكل قوه وبكل احترافيه، وده اللي انا دايما بقوله لحضراتكم انه بدر لما دخل يشوط في ضربات الترجيح، بالمناسبه واحد من افضل الناس اللي بتشوط ركلات ترجيح، لعبها بمعلمه، ولكن انا كنت مقلق برضو من موضوع بدر لانه لما بتيجي تلعب قدام فريقك السابق، ولكن بمنتهى الاحترافيه وبمنتهى القوه استطاع ان هو يكسب هذا الفريق. كنت مقلق ان هو يضيعها طبعا، لانه لو ضيعها هيبقى بتبقى الامور فيها كلام كتير، لكن الحقيقه بدر اثبت قمه الاحترافيه وقمه الاحترافيه مره اخرى في هذه الضربه. اما بالنسبه لقفشه قال لقب السوبر الغالي اجمل هديه لجماهير النادي الاهلي. علي معلول قال الاهلي عوضني بالسوبر الافريقي بعد خيبه الامل مع تونس، زي ما حضراتكم عارفين تونس في نهائي كاس العرب ما بين الجزائر وتونس خسرت امام الجزائر، ولم يستطع الحقيقه علي معلول ان يساعد منتخب بلاده على الفوز بكاس العرب، ولكن استطاع بسبب الإصابة طبعا، ولكن علي معلول كان له دور كبير في فوز النادي الأهلي مع ببطولة السوبر الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي. طيب ده حبيب الكل بقى تريزيجيه، ده حد من الناس اللي بتحب النادي بجد، حد من الناس انا عمري ما هنساله الحقيقه، ان انا لما كنت بتكلم معاه او مع وكيله ان هو يبقى ضيف معانا هنا في حلقه، تريزيجيه لما عرف الحقيقه قال لي يا كابتن اسلام انا حاجي وحاجي ببلاش احتراما لجمهور النادي الاهلي وحبا واحتراما لاسم النادي الاهلي. فتريزيجيه ده بالنسبه لي انا كمان وضع خاص الحقيقه، وبالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي تريزيجيه بيقول الف الف مبروك النادي الاهلي وجمهوره العظيم الفوز بالسوبر، ودايما مشرفنا ان شاء الله يا تريزيجيه تبقى يعني دايما في العالي، والحاجات دي ما تلاقوهاش غير في النادي الاهلي. زي ما شفتوا موضوع سعد سمير، شوفوا تريزيجيه بيعمل ايه وهو قاعد في انجلترا، الراجل مع استون فيلا ومروق حاله ومروق دماغه، لكن دائما ما بيحافظ على تواجده مع النادي الاهلي. ايضا محمد شريف قال ان لعيبه النادي الاهلي بذلوا قصارى جهدهم علشان يقدروا يكسبوا هذه المباراه. مؤمن زكريا وجده وتامر عاشور يهنئون الاهلي بالفوز الافريقي. مؤمن زكريا الحقيقه كتب او حرص ان هو يهنئ النجم طاهر محمد طاهر على ادائه في هذه المباراه، وكتب طاهر محمد طاهر يستحق الحقيقه كل التحيه طاهر محمد طاهر. ومؤمن طبعا نتمنى له يا رب كل الشفاء العاجل والعوده سريعا. ايضا محمد ناجي جده هنأ النادي الاهلي وكتب تغريده قال مبروك للنادي الاهلي وجماهير السوبر الافريقي فرحان لطاهر قوي. ايضا النجم الكبير دي بتاع جده، دي التويته بتاع جده. ايضا النجم الكبير تامر عاشور قال عمري ما احب غير الاهلي، وحتى دي فيها اغنيه، تامر نجم كبير ومغني كبير وقال عمري ما احب غير الاهلي، ان شاء الله نستنى لك برضو اغنيه قريبا للنادي الاهلي ان شاء الله في ال11 يا تامر ان شاء الله. الحقيقه برضو خلينا المشهد الختامي ما بين لاعيبه النادي الاهلي ولاعيبه نادي الرجاء والممر الشرفي اللي عمله لاعيبه النادي الاهلي للاعيبه نادي الرجاء، اعتقد ان ده شيء رائع جدا، وده اللي احنا عايزينه في كل البطولات. الروح كانت عاليه جدا جدا رغم كل التنافسيه اللي كانت موجوده في الملعب، ولكن يظل دائما الروح الرياضيه موجوده، والمشهد الختامي يليق بالفريقين الكبيرين النادي الاهلي ونادي الرجاء. ألف شكر طبعا للنادي الأهلي على احترامه واحترافيته، وهارد لك طبعا للرجاء، وألف شكر ليهم على احترامهم واحترافيتهم أيضا. نادي الرجاء لو تفتكروا امبارح أنا قلت لحضراتكم أن هناك البعض يحاول أن يقلل من قيمة الرجاء أمام
النادي الأهلي. ولكن زي ما شفتوا زي ما قلت لحضراتكم امبارح، الرجاء فريق كبير، والفريق الكبير دايما ما ينفعش ان احنا نقلل منهم ابدا. خلي بال حضراتكم الاهلي والرجاء ابرز فريقين عربيين لعبوا في كاس العالم للانديه. لما تيجي تتكلم عن كاس العالم للانديه بتتكلم عن الاهلي خد البرونزيه مرتين، والرجاء خد الفضيه على ارضه في المغرب، ومازيمبي طبعا اللي خد ايضا الفضيه قبل كده. فكل التحيه الحقيقه لنادي الرجاء على الاداء الرائع اللي عملوه خلال هذه الفتره. طيب لسه هنكمل احتفالاتنا ولكن هنستقبل اثنين من النجوم الكبار، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم والنجم الكبير وناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري، هيكونوا معانا على الهواء مباشره للاحتفال وتقديم التهنئه للنادي الاهلي من خلال تواجدهم معانا. وانا عارف ان حضراتكم مكملين معانا النهارده واحنا مكملين معاكم. وايضا نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء بعد المباراه، بعد انتهاء المباراه، مع احد نجوم المباراه واحد نجوم النادي الاهلي خلال هذه الفتره، النجم الكبير كابتن اكرم توفيق مع زميلنا كريم احمد. وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل استقبل كابتن شريف عبد المنعم وناقدنا الرياضي الاستاذ محمود صبري. مبروك ليك، روح كبيره جدا الحقيقه، ومتعودين على كده منكم. الجمهور وسره وتحفيزه ليك وتحفيزه لعيبه النادي الاهلي السوبر ده بيمثل ايه لاكرم توفيق؟ الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا سبحانه وتعالى على الاداء. ويمكن الشوط الاولاني يعني ما كناش احسن حاجه، لكن الشوط الثاني نزلنا ركزنا في ال 45 دقيقه الثانيه، والحمد لله ربنا كرمنا في الاخر. نشكر الجماهير اللي ساندتنا ووقفت في ظهرنا، وزي ما قلتها قبل كده احنا بنموت نفسنا عشان خاطرهم، والحمد لله رب العالمين ربنا كفينا في الاخر وقدرنا نروحهم فرحانين. الكل كان جاهز، لكن الحقيقه لعيبه المنتخب تحديدا يا اكرم تحملت على نفسها بشكل كبير جدا، لان ما كانش فيه وقت لا نعمل ريكفري ولا استشفاء ولا نقدر نرجع. فبنقول لكم طبعا كل الشكر والتقدير لكم، واكيد كل الجمهور بيقول لكم كده. اتحضرتوا ازاي للامور دي لان ما كانش فيه وقت خالص يا اكرم؟ لا بص، هو لعيب الكوره دايما بيحب يفصل، يعني هو بيبقى فيه شويه اجهاد، لكن دول بيروحوا بمجرد ان خلاص نزلت الماتش بتركز اهم حاجه في دورك في الملعب، تساعد زمايلك في الملعب، تنسى التعب، لان انت لو ركزت في التعب مش هتعرف تلعب. ركزنا ان احنا دايما عايزين نجيب البطوله باي شكل، وربنا كفينا في الاخر يعني وكسبنا. تقول لكل اللعيبه الرجاله على ادائهم المميز جدا وروحهم الكبيره جدا، ولسه خلاص احنا دقائق وهنقفل الصفحه ونفرح وهنكمل في الفتره الجايه، حابب تقول لكل اللعيبه الرجاله؟ لا طبعا اللعيبه رجاله، ويعني في الاول وفي الاخر دول عارفين ادوارهم وقد المسؤوليه. بقول لهم حاجه واحده، هي ما شاء الله. وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، ودايما محله عاليه نسر الاهلي. خلوني ارحب بضيوفنا ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتن شريف؟ انا كابتن سلام. الف مبروك. مبروك علينا كلنا، يوم جميل. يوم جميل، وهنكمل لسه احنا قدامنا وقت شويه لان عندنا احتفالات كثيره جدا. خليني ارحب بضيفي الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذنا؟ مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. مبروك عليكم، مبروك على كل الاهلاويه، مبروك على جماهير الاهلي، مبروك على جماهير الاهلي اللي يستحقوا بالفعل الحقيقه الفرحه اللي كانت النهارده. فرحه جميله، فرحه اعتقد يا كابتن شريف ان هي فرحه مختلفه، وسيناريو المباراه حلو. سيناريو جميل، كفاح. يعني حسيت بطعم البطوله دي كمان، يعني مش جايب السائل، يعني جايه بعد ما السيناريو كله حلو يعني. احنا السبب في الهدف اللي دخل فينا، واحنا السبب في الفرحه، واحنا السبب في التركيز العالي في ضربات الجزاء. والجماهير حقيقة زي ما انتوا اتفضلتوا قلتوا اساس وداعم. انا شايف احنا مغلوبين واحد وناقص خمس دقايق والمباراه تخلص، والجماهير بتضحك، والجماهير مبسوطه ان احنا موجودين هناك، الجماهير فرحانه بينا، مش فارقه معاها حكايه النتيجه اكتر ما هي حاسه باداء اللاعبين اللي هم المسيطرين، هم المتحكمين في الملعب. وكان رد الفعل الهدف الحقيقه، ايه الثقه اللي موجوده في اللعيبه دي كلها، وهم بيعملوا 1 2 بالراس، 1 2 بالهيد عشان يخشوا جوه ال 18، وبعدين عرضيه وقفشه يحط كوره تترد. ايه الصبر والجمال اللي انا لو انا مكانه هروح رادد بيرستاو حطيتها في الجون على طول، يهوش ويرجع، والتاني برضو طاهر يروح مهوش وعاملها بشماله. خلي بالك طاهر كمان جاي من وقت ان هو بقاله كتير ما بيلعبش، بقاله كتير ما بيحرزش اهداف، ان هو يعمل كده برضو اعتقد قوه شخصيه كبيره. مكافاه والسما ربانيه، والسما بتديله يعني كمان يعني صبر. لا مكافاه على الفتره الملعب على طول. المكافاه بتبقى موجوده الحقيقه، وحاطط بينالتي كويس كمان قوي، يعني
مسيطر يعني في كل الاوقات، ان ربنا الحمد لله للجماهير العريضه اللي كانت موجوده هارد لاك لفريق الرجاء، انما محترم وفريق كبير ولاعيبه محترمه وناس ناس الحقيقه في منتهى الرقي. انا اسف وحضراتكم بس بتتكلم، احنا دلوقتي طبعا الفريق فريق النادي الاهلي سيغادر الى القاهره بعد قليل، وزي ما حضراتكم شايفين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيلبي دعوه بعض الجماهير بان هم ان هو يمضي لهم على الاعلام والتيشيرتات وكل حاجه زي ما حضراتكم شايفين. لحظه بلحظه دائما قناه النادي الاهلي بتنقل لحضراتكم ماذا يحدث في قطر حتى بعد نهايه المباراه. والحقيقه كل الشكر لكل العاملين في قناه النادي الاهلي على المجهود الكبير خلال الفتره من يوم الجمعه وحتى الان حتى الفوز بهذه البطوله، الاستاذ محمد الجرحي، الاستاذ طارق انديل، كابتن محمد محمود، كل اللاعبين زي ما قلت لحضراتكم متواجدين امام حضراتكم على في مطار الدوحه الحقيقه لاستعدادا لمغادره والرجوع مره اخرى الى ارض الوطن. ان شاء الله الفريق يصل في تمام الساعه 5:30 فجرا الى القاهره، وانا عارف مش هقول لكم طبعا تروحوا تستقبلوهم والكلام ده كله لانه 5:30 الفجر ده يعني طبعا متاخر شويه، ولكن او بدري قوي مش عارف بقى اللي بينام متاخر يقول لك بدري واللي بينام. اللقطه دي بترد عليك لما كنت جايب الاطفال بيعرفوا كابتن خطيب منين، ها حاجه غريبه جدا كلهم واقفين اهو بص يعني كده خلاص يعني اهو يعني كابتن محمود خطيب حلاوه احلى من كده ايه ده في حلاوه احلى من كده. انا بقول لك يعني الحقيقه والله بجد بدون اي يعني اي حاجه يعني كابتن خطيب عيال صغيرين بيحبوا حب الناس، حب الناس ده نعمه من عند ربنا الحقيقه، شيء رائع يا استاذ محمود برضو اللي احنا بنشوفه ده. لا طبعا لا بقى يعني قيمه الاهلي وارتباط جمهور النهارده، لو شفت الجمهور رافض الاستسلام جمهور اللي بيشجعك رافض حلو دافع لا رافض الاستسلام يعني. مش رافض عنده ثقه انك انت ربنا هيديها لك في وقت تبقى الفرحه كبيره جدا. حاله من المدرجات لم تسكت ولم تصمت، حتى لو لاحظت انت لعبت الرجاء مع كل تسديد ضربه جزاء بيحطوا ايدهم على بقهم بيشاوروا لهم اسكتوا خلاص بقى يعني خلاص احنا هناخد البطوله، لكن في حاله من الاصرار والتماسك لانه في ثقه في الحدوته. لانه عاوز اقول لك الهدف اللي جه بتاع النادي الاهلي هدف بقيمه الاهلي، هدف الاهلي يعني دايما في الدقائق القاتله الاخيره بيبقى عندك الثقه سبحان الله مش عارف في ايه يعني جدا. بجد حاجه غريبه لا ايوه محمود. ما هو دي برضو من ايه، دي حاجات بتتوارث انك انت وده شغل جهاز فني وجهاز اداري وشغل تاريخ بيتشاف انك انت لا ما بتتقبلش بالامر، بتبذل جهد بتأدي اللي عليك والمكافاه بتكون دايما ربنا بيكافئ، لان ربنا ما بيديش النجاح غير للمجتهد طبعا. يعني يقول لك عنده حظ، لا الحظ ما بيجيش غير ايه للي بيبذل جهد اكتر من كده. مظبوط. عايز اقول لك على حاجه اتفضل، انه النادي الاهلي بهذا الفوز والانتصار عاد الدوري الى بطل دوري ابطال افريقيا كرمته باسترداد كاس السوبر من ابطال كاس الاتحاد الافريقي. ايوه خسر ابطال كاس الاتحاد الافريقي اللي هي الكونفدراليه، خف هذا في اخر بطولتين كان في مواجهتين مع الترجي التونسي، الاولى كان نادي الزمالك فاز 3-1 وكان سبقه قبلها نادي محمود عشان مهم جدا لان ده كلام مهم جدا معانا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره من الدوحه وهو على الطياره يعني قبل ما يطلع الطياره، خلينا نبارك له الف الف مبروك وسيبني بقى امدح فيك واقول وامدح في الفريق وامدح في الناس كلها علشان انت عندك ماتش يوم الاحد او كل حاجه، بس بصراحه تستحقوا البطوله الرائعه وتستحقوا الحقيقه قد ايه انتوا ناس شايفين شغلكم بمنتهى الاحتراف، قد ايه انتوا ناس شايفين شغلكم حضرتك كجهاز اداري وموسيماني كجهاز فني واللاعبين، انا بتكلم على المنظومه بالكامل، فالف الف مبروك يا كابتن سيد تستحقوا الحقيقه. وطبعا تحياتي الكابتن شريف عبد المنعم والاستاذ محمود صبري لحضرتك. محمود صبري ومين كابتن شريف عبد المنعم؟ ازيك كابتن شريف عبد المنعم؟ مبروك. ازيك كابتن؟ مبروك. من حقك تفرح يا كابتن سيد ومن حقنا يعني نفرح يا كابتن سيد يعني النهارده افرح، انا عارف ان عندك ماتش يوم الاحد وكل حاجه، بس انا حتى بقول ان مع الناس ان احنا هنفرح النهارده مع كل اللاعبين ومع كل الناس، من بكره بقى يبقى يحلها الف حلال. الحمد لله طبعا يعني خلينا نتكلم في الاول في النهارده، النهارده مباراه مش سهله، انا عارف والله انها هتبقى صعبه جدا جدا مع فرقه طبعا محترمه وفرقه ليها مكانه افريقيه لكن كمان صعوبه في الاحداث اللي قبليها تجمع الفريق اللي ما اتجمعناش غير اول امبارح بس يا كابتن اسلام بعد غياب طال حوالي شهر من يوم 15 من يوم 25 مباراه سموحه ما كانش كافي ان احنا نتجمع بس اول امبارح
دي اول تمرينه جماعيه لينا كلها لعيبه المنتخب واللعيبه بتاعتنا بعد غياب فتره طويله. الدوافع والتحضير للقاء ما كانش كافي شويه. الحاله اللي طلع منها لعيبه المنتخب ولعيبه تونس ولعيبه المغرب على المعلول ولبنان والسبعه لعيبه اللي كانوا في المنتخب ما كانتش سهله ابدا ابدا ان انت تبدا تتكلم معاهم. الفتره كانت قليله شويه، زاد الامر صعوبه باصابه السوليه النهارده. يعني السوليه طبعا اصابه نتيجه طبيعيه لواحد من العناصر المهمه جدا في المنتخب وعناصر مهمه بالنسبه لنا، لكن خد ست لقاءات كانوا كتار جدا في الفتره الصغيره اللي فاتت مع كسرتين في مباراه الاردن وكسرتين في مباراه قطر. البوزيشن اللي بيلعب فيه كمان كله جري عمرو السوليه، لكن الحمد لله طبعا نطمن عليه بكره ان شاء الرحمن. زاد الصعوبه كمان، خلينا نكون يعني احنا بنتكلم بمنتهى الصراحه. الشوط الاول كان فيه توتر شويه، كان فيه عصبيه شويه، كان حاجه غريبه يا كابتن التوتر اللي كان في الشوط الاول الحقيقه، او مش حاجه غريبه، هل ده ممكن يكون ناتج من ان اصابه عمرو السوليه اربكت الامور شويه؟ ممكن كمان الجون اللي دخل فيك بدري شويه يعني حصل نقطه ممكن يعني، لكن الراجل دخل بين الشوطين يتكلم بمنتهى الهدوء، يتكلم معاهم بمنتهى طمأنينه ان احنا هنكسب حتى لو الجول اتاخر شويه، لكن خليكم واثقين من المكسب، العبوا لعبكم. الو، طيب هنرجع لكابتن سيد مره اخرى. من حقهم ان هم يحتفلوا يا استاذ محمود النهارده كابتن شريف، لانه خلي الناس تحتفل بقى يعني، اتبسطوا النهارده وبكره ويبقى يحلها الف حلال بكره بالليل. ما لازم ياخد النهارده ليله الفرح بعد كده حاجه تانية. اقفل على نفسك وتستعد بقى ايه لبطوله. انت خلاص بتاخد بطوله وتجري من بلد لبلد، لان كاس العرب تطلع على المغرب فوز جديد. يعني عاوز اقول لك ايه، الفوز حلو ولازم احنا وخلال بنتكلم عن الفوز نتكلم عن حاجات تانية مع حضرتك في المدى. لكن انا عاوز اقول لك ايه، انه بطل دوري ابطال افريقيا خسر كاس السوبر مرتين، وكان نادي الترجي التونسي خسر قدام الرجاء 2-1 وخسر قدام نادي الزمالك 3-1. نعم. استطاع النادي الاهلي عندما عاد لبطولته من وجهه نظري المفضله ان يسترد البطل دوري ابطال افريقيا لقبه لقب السوبر، ففاز على نهضه بركان 2-0 في البطوله من 6 شهور على الاقل، والنهارده في مواجهه صعبه جدا مع نسر المغرب. بامانه شديده الرجاء من الفرق اللي انت تحب تتفرج عليها، لانه امكانيات لعبته هايله، بيلعب كوره كويسه جدا على الارض. ممكن شفناه لما عمل نتيجه كويسه جدا في كاس العالم للانديه مع بايرن ميونخ. طبعا منطقيا انه يعني يخسر، لكن ادى مباريات كبيره حتى يوصل للمباراه النهائيه. النادي الاهلي النهارده رغم الظروف الصعبه، رغم برضه مفاجاه اصابه السوليه في بدايه المباراه عملت برضه نوع من الارباك بامانه شديده. والهدف زي ما كابتن سيد الشوط الاولاني كان في حاجه غريبه جدا، الدنيا يعني في حاله من الارتباك، لكن كونك تمتلك قدره انك تصبر على المباراه وتجتهد حتى يتحقق لك المراد، ده في حد ذاته من طينه الفرق الكبيره. يعني من اصلها انها تبقى ثابته على رجلها، بتتحمل ممكن تعرض لظروف في المباراه تبقى مش ماشيه معاها، لكن عندك الخبرات اللي توصلك. من ابرز مكاسبك النهارده من وجهه نظري وفرض نفسه لازم يبقى له تواجد في الفتره اللي جايه احمد عبد الهادي، لعيب تقيل، لعيب حط لك شكل في معنزونه في الكوره، لعيب كوره مهاري. لا وفقت نزل في وقت صعب، نزل صعب جدا، وانا بقول لك عمل شغل جدا. طب معلش كابتن سيد رجع لنا تاني. يا كابتن سيد اتفضل، كنت بتتكلم عن الشوط الاول والهدف اللي دخل فينا. بالتاكيد، لكن الشوط الثاني يعني حاجه جميله جدا، صفه كويسه يعني، التركيز والتصميم واراده بشكل كويس قوي، حتى تتلخص كل ده يعني الثقه اللي عندك والعزيمه اللي عندك والاصرار اللي عندك في الدقيقه 89 لما طاهر جاب الجول. يعني الحمد لله، طبعا الحمد لله على كل شيء، يعني حاله التركيز كانت عاليه، ربنا اداني في وقت كويس قوي. دايما الواحد بيتكلم بحاله الفرقه مش بالوقت اللي موجود، يعني حتى واحنا بنحضن بعض في الجول بنقول لهم هنكسب، يعني كنت متخيل ان الحكم هيديني 5 دقائق 6 دقائق بحكم الوقت الكثير اللي راح. اول مره اشوف حكم في الدنيا كلها يساعد على تضييع الوقت. انا كنت حاسس ان احنا هنجيب جون ورا الجون ده على طول، يعني كنا هنخلص في اخر 3-4 دقائق دول. ثلاث دقائق المفروض يدي ربع ساعه يعني. والله لا، على الاقل 10 دقائق. لا والله على الاقل 10 دقائق احنا حسبناها يا كابتن سيد، لقيناها 7 على الاقل. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله رب العالمين. لكن من بكره بقى يعني احنا هنلعب مع فيوتشر، فرقه كويسه طبعا، عندها قدرات كويسه وعندها لعيب عندها خبرات كويسه، مش عايزين نغلط غلطه السنه اللي فاتت. رايحين لدوري فقدناه السنه اللي فاتت، غاب عننا السنه اللي فاتت، يعني في لقاءات كتير قوي كنا بنعمل ماتشات كويسه في افريقيا او بطولات في افريقيا
والمباراه اللي بعد كده كنا بنخسر فيها نقاط، فعايزين نتعلم شويه من الدرس اللي الو كده. معلش يا جماعه، طبعا الكابتن سيد في المطار يعني، فخلينا دايما نراعي الظروف يعني. هو كتر خيره ان هو موجود معانا وهو طالع على الطياره علشان يشرح لحضراتكم يعني فرحته وفرحه كل لعيبه النادي الاهلي والاستعدادات لما هو قادم خلال الفتره اللي جايه. فيعني برضو اتفضل يا كابتن سيد. طب اقول لحضرتك يعني عايزين نتعلم من اللي فات السنه اللي فاتت، يعني مش عايزين نخسر نقاط بنبقى محتاجينها في اخر السنه. فالحمد لله على كل شيء، هنفرح النهارده ومن بكره بقى هنشوف الراجل هيدي ايه، يعني ممكن اجازه ولا حاجه، هنشوف هنعمل ايه، ومن التمرين اللي جاي ان شاء الرحمن نحضر للقاء جوتشا. كابتن سيد اخيرا يعني مش عايز اطول عليك، ولكن كاس الامم الافريقيه خلاص اتخذ قرار ان هي هتقام في ميعادها، هل سيكون هناك جديد ولا سيبك بقى تفكر في الموضوع ده خلال الفتره اللي جايه؟ والله يا اسلام بص، من غير تفكير ومن غير حاجه، انا مش فاهم لحد دلوقتي، مش قادر ابلعها الصراحه. يعني مش قادر افهم يعني انت اللي بتنظم المسابقتين، البطولات كلها تحت رايتك انت او مظلتك انت، وفي الاخر تعمل بطولتين في توقيت واحد، يعني مش قادر افهمها الصراحه خالص يعني. لكن في النهايه خلينا ما نفكرش في اثنين قبل رقم واحد، يعني عندنا مباريات محليه وعندنا يعني ما انت كنت قايل لي الاول اثنين ان احنا نعدي ماتش السوبر، فاحنا عدينا ماتش السوبر عشان كده سالتك. كل ما هكلمك هقول لك هنعدي. ماشي، انا معاك بقى، انا هكلمك يوم الاثنين. يوم الاثنين هيقول لك عندي ماتش يوم الخميس، فبعد ماتش الخميس هنكلمك يوم الاثنين. يا حبيبي متشكرين جدا يا كابتن سيد، شرفت ونورت والف مبروك وبارك لنا لكل الناس. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ. يعني طبعا الكلام مهم جدا يا كابتن شريف، ولكن في نفس الوقت صحيح، يعني انا كنادي الاتحاد الدولي بيحطني في موقف غريب جدا. انا مش عايز افرح وعايز اتبسط وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت الاتحاد الدولي، ما انت في ايدك ان انت تاجل الموضوع 3-4 ايام وتخلي الناس اللي هتلعب النهائي هنا تلعب الافتتاح هنا. بالنسبه لكاس الامم الافريقيه ونهائي كاس الامم الافريقيه يعني، وافتتاح كاس العالم للانديه. ولا احنا كلنا قعدنا نفكر في الموضوع ده، لقينا في معانا في بطوله الانديه كاس العالم فرق تانية او مكسيك، انديه المكسيك، بطل المكسيك، كره امريكا، تصفيات امريكا الشماليه، فيها نفس المشكله. هل لا بس هيرجعوا قبلها بيوم، هيجوا قبلها بيوم. ما عندهمش المشكله ان في فاينل يعني، في تعارض. في تعارض، لكن هم بس برضو عندهم نفس القصه، نفس هم القصة. عندهم هيوصلوا ابو ظبي او هيوصلوا الامارات يعني قبلها بيوم. قبلها بيوم. وهل هم بالاجنده دي مرتبطه بتشيلسي؟ يعني هل هم بينظموها؟ طبعا. على تشيلسي طبعا، على بطل يعني اوروبا. اذا كانوا عايزين يلغوا الامم الافريقيه كلها عشان خاطر يرضوا اوروبا يعني، عشان خاطر يرضوا اوروبا. فهي دي جت من هذا المنطلق يعني، انا حاسس بيها يعني. ف هتعمل ايه وضعك بهذا الشكل؟ لازم تمتثل، والحمد لله يعني انت ياما عدت عليك حاجات كتير زي ده، وقادر باذن الله انك انت قد كده يمين وشمال يعني. الاستاذ محمود كان بيتكلم دلوقتي عن العلاقات ما بين الاهلي والرجاء، والرجاء والاهلي الحقيقه فرقتين كبار وحاجه محترمه جدا. بص حضرتك الرساله اللي قالها النادي الاهلي للرجاء: الاهلي والرجاء تاريخ كبير، رائع ان نكسب بطوله، ولكن الاروع والاهم العلاقات او العلاقه التي تجمعنا كاشقاء. الاهلي والرجاء تاريخ كبير، يعني ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه يا استاذ محمود، لانه يعني من الواضح يعني ان الكبير دايما بيفضل كبير. لا طبعا، لا العلاقه اللي يبقى في الاخر علاقات الانديه العربيه وعلاقتنا مع الاشقاء، دي منافسه ورياضه يا كابتن اسلام. انت راجل لعبت منتخب ولعبت النادي الاهلي وشفت يعني بنفسك، لا علاقه مع الانديه سواء في المغرب، في تونس، في الجزائر، المفروض ان ينتهي المنافسه مع صافره الحكم، لكن العلاقات الانسانيه هي دي الباقيه. وفي على فكره في قنوات اتصال، ووجود لما يبقى عندك محترف من هنا ومحترف من هنا، دي حاجات بتقرب المسافات طبعًا، والثقافات والافكار طبعًا، وكلام كتير جدا. لا النهارده مباراه مثيره، تعبت الاعصاب جامد جدا، عاوز اقول النهارده بس كان عندك احساس ان احنا هنجيب جول في حاجه
في احساس ان دايما عندك الجزئيه أيوه. لكن في لقطات في المباراه وفي لقطه اللي انت اتكلمت عليها كل الناس وقفت عندها على فكره وقفت مدافع او لاعب انا فاكر ان انا لوحدي الحقيقه ان مصر كلها خلي بال حضرتك انا لما بجد والله العظيم يا كابتن شريف هو اول ما وقف حس كنت قاعد انا واسامه كابتن اسامه حسني والاستاذ ايهاب الخطيب عند الاستاذ ايهاب تحت هنا فانا خلاص بقى يعني قلت ايه هطلع اشوف بقيه الماتش في حته تانية فانا طالع فشفت اللقطه وانا طالع كده التلفزيون كده قمت راجع تاني قمت باصص لاسامه حسني والايهاب الخطيب قلت لهم بقول لكم ايه احنا هنكسب هنتعادل هنجيب جول ما قلتش هنكسب قلت هنتعادل هنجيب جول قاموا الاثنين بصوا لي وقالوا لي اقعد بقى يعني ما ايه وقمت قاعد لغايه لما بعديها على طول دخل الجول لانه افتكرت مباراه الصفاقسي يا كابتن الصفاقسي كنت في الملعب بقى كنت في الصفاقسي انا كنت موجود في الملعب واحد واحد الصفاقسي ده رد واحد صفر واحد صفر ده رد واحد صفر انا بتكلم على اللقطه دي تحديدا بالظبط كده بالظبط دي اللقطه دي ده محمود بن بن حليب بن حليب فبيبص للساعه ما اعرفش بيبص التعالي المهم كان بيهجم من ناحيه الشمال كان معاه الكوره ده وقف وقف وبص وقف كان فيها شيء من الاستهتار والتعالي جات في دماغي على طول مباراه الصفاقسي ونفس اللعبه عملها لاعب نادي الصفاقسي في ذلك الوقت وقعد يهيص ويعمل وبتاع فيعني ايه ان انا فرحان ومبسوط اما ابو تريكه جايب الجون على طول اللي في الدقيقه برده 92 93 وبالتالي جه في دماغي فقعدت اتفرجت ربنا كرمنا تعادلنا ضربات جزاء الحمد لله كسبنا ف واضحة انا كنت فاكر ان انا اللي خدت بالي لوحدي تاني ان مصر كلها لو في لقطه تانية برضو في لاعب حميد احداد بيهيص هي دي نفس اللي قلناها في الاول عايز اقول لك انه بطوله صعبه هي دي لا بطوله صعبه بطوله صعبه مش مش سهله وجت في جهد وفي كويس انك ايه عارف انت ايه لو قعدت ترسم لها رسم كروكي مش عارف تنهيها بالنهايه دي مش تعرف تدور انك انت يعني فرقه انها غاب عنها التوفيق في الشوط الاول وتسترد جزء كبير من قدراتها وتغييرات كان فيها توفيق رغم انه فيها ضغط نفسي يعني مثلا احمد بدر عمل نقله كبيره جدا في الشغل اللي اتعمل في نص الملعب كمان الدفع بطاهر كان برضو مفاجاه الناس كتير انه طاهر كان بعيد الفتره اللي فاتت سبحان الله يعني التوفيق النهارده كبير جدا كمان انه يعمل هدف التعادل في لقطه برضو من بيرسي تاو بينت انه يعني لعيب كبير انه صبر على الكوره وعملها صح وراحت صح لطاهر واتحطت فعاوز اقول انه المباراه دي اكيد هتخلي يعني مع ضيق الوقت المستر موسيماني وعندنا ماتش يوم الاحد مع فيوتشر في الدوري لكن برضو في دروس كبيره جدا هتكون مناط اهتمام ومذاكره وشغل طبعا للفريق في المستقبل ويمكن تكون بعد توقف الدوري ودخول كاس الامم يكون فيها كلام كتير على بعض اللاعبين على تصحيح اخطاء على حاجات كتير لكن النهارده من حق الناس كلها تفرح بطوله غاليه جدا بطوله مهمه جدا بطوله رقم 8 24 لقب الاكثر تتويجا فرق بينك وبين الريال لقبين ده في حد ذاته هنا الصراع والمنافسه بيبقى لها طعم مختلف طبعا كابتن شريف اللقطه دي شفناها مع حسام غالي وعماد متعب قبل كده الحقيقه لما كانوا يوم الكونفدراليه كاس السوبر في الامارات لو تفتكر سوبر النهارده في كاس السوبر ايضا في قطر بنشوف نفس اللقطه الشناوي بيرد بيشاور على وليد سليمان هذا هو النادي الاهلي يعني انا حتى اللقطه بتاعت سعد سمير وهو بيتكلم مع اللاعبين ما اعرفش حضراتكم شفتوها حاجه جميله جدا هو ده النادي الاهلي وهو ده الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد عشان كده النادي الاهلي بيكسب عشان كده النادي الاهلي هو النادي الاهلي زي ما انت قلت ناس كلها بتحب بعض استحاله يكون في حب بيننا وبين بعض واللي قاعدين بره قلبهم على الفرقه من جوه اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش تحس ان طاهر محمد طاهر كان محتاج النهارده الدعم النفسي اللي حصل ده في الملعب انا محتاجه الفتره اللي جايه دي كلها فكل اللاعبين النهارده اللعيبه اكتسبت مع نفسها حتى في الاخر خمس ست دقايق دول شيء جميل جدا يخليهم في الفتره الجايه في اللعب اللي هيلعبوه قدام اي فرقه عندهم مفهوم ازاي يتعاملوا خلال ال 90 دقيقه مع المباراه اذا كان بيخسر بهدف في الاول او بيكون متقدم او بيكون يعني بيلعب على ماتش او بيلعب على بطوله وكل مباريات النادي الاهلي كلها بطولات احنا بنلعب كل المباريات دي كؤوس انت بتلعب على فوز بس فلما بتتعادل ما بينفعش بس النهارده انا عجبني حاجات كتير قوي في الملعب عجبني احساس اللاعب حتى وهو بيعمل ضربات الجزاء عنده يعني تركيز عالي جدا يعني موسيماني وهو واقف معاهم عند ضربات الجزاء بيتكلم فالناس بتقول لي هو بيقول لهم ايه الماتش خلص يعني هو بيقول لهم ايه قلت لهم لا
بيقولوا في دعم في دعم النهارده معنوي اكتر. مدير فني النهارده لما بيقول لي تخش على الكوره وبيديني ثقه ويقول لي تلعبها قويه جدا، عنده حاجات كتير قوي يقدر اقول لك. انا ببقى محتاجها، انا ببقى محتاجها ساعه لما بكون في وضع زي ده. وقبل كده احنا كان تعاملنا لسه في عمليه اخفاق في ضربات جزاء قبل كده وحاجه. فاللاعب دلوقتي بيخش لما بيكون الجهاز الفني كله واللاعبين وكل الدنيا حواليه وايدينا في ايدين بعض ده كانت النتيجه اللي احنا شفناها دي. هو الحب اساس كل شيء. الكفاح للتيشيرت الاحمر هو اساس كل شيء اللي اتربينا عليه كلنا. فدي النتيجه اللي انت شايفها دلوقتي. هو ده مشجعي النادي الاهلي في فلسطين، ما كناش طبعا بتحتفل بالفوز يعني. ما كناش نقدر نقبل النهارده اقل من كده الحقيقه. وكنت وانا قاعد حاسس بتفرج على الماتش، انا مش عارف، انا مش ناسي غير هدف واحد، وكان عندي احساس ان انا هخلص المباراه قبل ضربات الجزاء برضو. النادي الاهلي هو المسيطر، النادي الاهلي هو اكثر تركيزا، النادي الاهلي هو الاستحواذ اكتر من كده. مع يمكن في بعض الاخطاء بتحصل في الملعب، بنفتح الملعب شويه، بنسيب نص الملعب شويه يبقى علينا كونتر اتاك، يقدر يهددنا يقدر. واي فرقه انت بتلعبها وانت لازم هتهجم عليك الفرقه الثانيه، ما انت لازم هيبقى في اخطاء، ما انت لازم في ميز باس، ما هو لازم انت هتشوف فرقه ثانيه جت الناحيه الثانيه 90 دقيقه، مش هنبقى احنا اللي ضاغطين بس لوحدنا. فاذا كان فرقه الرجاء فرقه محترمه جدا، بيعرفوا ينقلوا كره، عندهم من هدوء الاعصاب، عندهم ان هم عايزين يحرزوا هدف واثنين، وده حق مشروع وشرع ليهم بالنسبه. انما احنا الحقيقه كنا على مستوى زي ما قال لك سيد عبد الحفيظ، احنا ما تلميناش الا من يومين ثلاثه. فكويس قوي نفس الشكل اللي احنا شفناه النهارده ده. مفيش تمرينتين، مفيش تمرينتين اعتقد، مفيش تمرينتين اتعاملوا مع بعض يعني. طب كويس قوي الحاله البدنيه اللي انت موجود فيها النهارده دي على ارض الواقع مع فرقه كبيره زي دي، واحساسك وانت بتتفرج احساس الجماهير ان هم حاسين ان الجول جاي جاي. واحنا قاعدين كلنا كده، اول ما جه الجول انا عايز اقول لك انا كنت قاعد مع ناس منهم الاهلاوي ومنهم الزملكاوي ومنهم الدنيا كلها، قاموا هيصوا كل الدنيا، كل الدنيا قامت هيصت وفرحت. وعلى الرغم مثلا يعني ان في نفس الوقت تلاقي ايه يعني، هل من الممكن ان احنا نتكلم على مثلا يعني، معلش عشان انا لقيت ان الموضوع ده في بعض القنوات الاخرى يعني بتتكلم على سلبيات، اصل حسين الشحات عمل مش عارف ايه يا استاذ محمود، هل ده وقته؟ ده بعد المباراه على طول خلاص بقى انت الموضوع ده المفروض كنت عديته بقى يعني. بعد ما انت تذكرت، ما انت عديته من وجهه نظر ايه؟ انا تذكرت الكابتن كلمه الكابتن خطيب في حواره مع كابتن شوبير في قبل الانتخابات، قال حتى كده هو على الهواء، قال الكابتن يعني يا جماعه احنا بناخد بطوله مبروك الاول وبعد كده ابقى اتكلم على بالظبط يعني. مين قال لك انه الاهلي هيعدي؟ مين قال لك انه الاهلي هيعدي حاجه زي كده؟ يعني انت مين متوقع انت؟ ما كانش، لو كان الاهلي بيعدي الحاجات زي دي ما كانش وصل للي هو فيه دلوقتي. اوكي. وفي اكبر من اي من كابتن حسين يعني ارتكب، ربما يكون الانفعال بتاعه انفعال نتيجه ايه؟ كان نفسه يكمل ويلعب يا كابتن. بالظبط كده. كان نفسه يكمل. انا قلت حتى لان اللي قال الكلام ده يعني معلش مع احترامي، لو هو كان لاعب كوره كان هيحس بلي. انا وانا بلعب كوره ممكن الكابتن شريف هيفهمها شو حضرتك، انت بقالك 40 50 سنه في الشغلانه فهتبقى عارف ان رد الفعل ده لو ما اتعملش ما يبقاش لعيب كوره. ما انا بقول لك يعني انا كلاعب كوره انا حاسس ان انا مش محتاج فرصه يترجم فيها وطلع وانا غلط والفرقه مغلوبه وخلاص فاضل الوقت قليل ومش عارف ايه، فلازم يعني. هو خلاص يا كابتن اسلام، هو مش قادر يداري اللي جواه او اللي معاه مش قادرين، فبيدور على حاجه، عاوز يدور على نقطه سوداء في 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 اللوحه الجميله دي. عارفها يعني انا بكلمك اهو يعني بصراحه. لا انا بدور، هو بدور على نقطه عاوز يعمل منها قضيه وياخدك في حته تانية. هو مش قادر يقول لك مبروك، ولو قالها لك يقول لك من تحت درسه من غير نفس، فده خلاص الاهلي اتعود على الكلام ده. وعاوز اقول وافكر سيد عبد الحفيظ بتصريح ليه، خلاص لابد ان يكون الامر بايه، بيد اللاعبين وبيد الجهاز الفني. لا تنتظر من الاخرين، لانه الاخرين مش هيدوك فرصه، ومش عايزينك تبقى هو مضايقهم المنظر ده يعني. بص هو كل ما يروح حته يكسب يعني، عارف انت في ايه؟ ايه الحظ ده؟ حته الحظ دي مش مقدرين انه الحظ ده ما بيجيش كده وليد صدفه. بس الجون اللي جه النهارده ده مش حظ. لا انا بكلمك، لا الحظ ده نتيجه ايه؟ الحظ ده يا كابتن لازم، عاوز اقول لك على الحظ. الحظ ده يا اما تكون انت لازم تكون عملت عمل كبير جدا ومثلا ما توفقش فيه، يعني ممكن البطوله تكسر فيها الدنيا وما يحصلكش عدم توفيق. تيجي بعد كده يتحول لك الامر مع جهد متواصل واصرار تاخد 5 6 7 8 9 10 بطولات. خسر الاهلي بعد سيطرته على افريقيا، خسر 2007 في ظروف زي ما احنا شفناها، تمت تمت احداثها بدايه من مباراه النجم الساحلي في تونس باحتساب وعدم حساب ضربه جزاء كارثه وفضيحه لحكم الكاميروني ومنح بركات انذار
الثاني كان حرمانه من مباراه العوده في استاد القاهره. ايضا لما رجعنا رجع الاهلي يلعب في استاد القاهره، كان يلعب في استاد القاهره ويلعب في الكليه الحربيه وعاوزين الجمهور وبتاع، دخلت الحدوته في سكه. المهم عبد الرحيم العرجون بخطا واثنين اعترف بيهم بعد كده بوجود ضربه جزاء لابو تريكا ولا احمد شديد قناوي. عاوز اقول لك بعد كده شفت انت بقى من اللقطه دي ما خلتش بقى الفريق وقف، لا كمل بقى ورجع بقى في 2008 خلاص 2009 خدت بقى بعد كده 2013 بعد كده رحت كاس العالم بعد كده عاوز اقول لك ايه ماشي. وبعد كده جيت في 2018 لما خسرت برضو في ظروف كلنا عارفينها وعارفين، والنادي الاهلي التزم فيها الصمت، ربنا كفاك بعد كل الجهد اللي انت عملته ده. و2017 خسرت برضو بعد ما ضيعت المباراه هنا من منك في تعادل 1-1 مع برضو الوداد. لكن شوف انت ايه رجعت بقى ايه، اثنين دوري ابطال افريقيا، اثنين سوبر، ثالث عالم، ان شاء الله عندك كاس عالم جاي في ابو ظبي ان شاء الله، يعني ربنا يهيئ لك كل الظروف انك انت تظهر بشيء مميز، انك انت تروح في حته انت عايزها. اكيد التفكير انك انت عاوز تروح تلعب فاينل، طبعا الكلام ده مش يكون بسهل لانه طبعا يبقى عندك مواجهه صعبه مع مونتيري المكسيكي، والاهلي ليه حاجه عند مونتيري المكسيكي ولازم يردها له. زي ما يعني زي ما بيقول الاهلي ليه حاجه عند مونتيري المكسيكي محتاج انه يردها له بعد قبل كده، زي ما اجينا دلوقتي بقول ان احنا ما نفكرش في الفوز بالبطوله بقدر ما نفكر في الفوز على الاهلي. يعني ايه لابد من الفوز على الاهلي لابعاده من الطريق. فاعتقد انه كاس العالم هيكون مناط احترام. سيد ابو حفيظ 10 على 10 لما قال لك ايه نبدا بالسوبر الاول وبعد كده نخش على ماتشين الدوري، لانك انت في ماتشين الدوري هتواجه فرقتين اشرس من الرجاء صح. ها هيكون مهمتهم ان هم يظهروا حاجه قدام بطل السوبر ونعمه، وده من حقهم لازم يبقوا كده ويعملوا كده وخلاص. وانت كفريق بطل مطالب انك انت تحافظ على تصدرك لترتيب قمه بمزيد من الاثاره، وعندك البدائل وعندك اللعيبه وعندك القدرات اللي تاهلك ان شاء الله انك تكمل بالصوره المطلوبه ان شاء الله بس. يا رب ان شاء الله. كابتن شريف النهارده شفت بقى الماتش كله ازاي من الناحيه الفنيه؟ والله هقولك على حاجه، يعني الشوط الاول لم نكن جيدين بخلاف الشوط الثاني، يمكن نسبه الاستحواذ 70-30 يعني او 72-28. ربنا يكون في عون الجهاز الفني لما تلاقي اصابه قبل المباراه ما تبتدي بخمس دقائق ولا لعيب مهم جدا. ما اعرفش كل واحد فينا كان ليه راي صح، وكل واحد فينا قال طب ننزل محمد شريف ونرجع قفشه المكان صح، واحد قال لك نزل عمار حمدي، واحد قال لك واصل عمار ما اعرفش كان في القائمه ولا لا، وواحد قال انزل محمد هاني ونزل محمد هاني ولعب اكرم في نص الملعب. كل واحد فينا كان عنده رؤيه بالظبط. احساس بقى المدير الفني باللاعبين بتوعه مختلف هو عارف ايه اللي موجود عنده على ارضيه الملعب، هو عايز يثبت حاجه معينه او ياخد حاجه معينه من كل لاعب. يمكن قفشه شايفه الحاله البدنيه بتاعته تديله النهارده الوجود في الناحيه الشمال دي ان هو يقدر يتعامل مع بيرستاو ويعمل لغه من وراهم علي معلول في الشكل، فهو بيبقى عنده رؤيه. انما كل واحد فينا بيبقى عايز اتاكينج، عايز هجوم، عايز اكسب، عايز العب باثنين ورا وخمسه في النص وثلاثه قدام. يعني احنا كلنا بنبقى عايزين زي الجمهور بتاعنا الجميل اللي محوط الاستاد كله ده شكل، عايز اسعده، عايز اطمنه، عايز ابونا انا دايما طبعًا. الكره الثانيه بتاعتي انا ما عنديش اخطاء، انا 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 انا. فلما بتلاقي لعيب وقع منك زي سوليه يعني بيسموه ايه؟ ناقل للحركه ورمانه الميزان وفي حاله جميله جدا اليومين دول، اللي هو كمان في حاله فوق الوصف طبعا. كنا نحتاجه انه كنا موجودين، بيودي الكره ناحيه يمين وشمال وبيجيب الجوال فدي اربكت الحسابات بالنسبه شويه، وادينا العذر للنادي الاهلي ان في حاجه غلط حصلت. يجي يحصل هدف ويخش فيك مع كل اللي حصل فينا ده وكل الجول اللي دخل ده، بس انا كنت حاسس ان احنا هنكسب 2-3 من الاداء من الوصول من التركيز. اللعيبه حتى ما خفتش، يمكن اهتزت معنوياتها شويه ليه دخل فيها الجول ده، انما ما حصلش الهزه اللي هي بقت الرجاء هو اللي بيهاجم، الرجاء هو اللي معاه الكوره، الرجاء لو طلع من المناط والرجاء كان يديك فرصه انك تروح ما ادكش يروح مرتين ولا حاجه. احنا نمتص الكورتين دول ونبتدي نبني هجمات جديده. فانا كنت سعيد بالالتزام النفسي بتاع اللعيبه، الحاله اللي اللعيبه فيها مركزه عايزه تروح، وكمان مش عايز اجي على لعيبه كتير لان اللعيبه بقالهم كتير قوي ما يعني اخر حاجه لعبوها ماتش حبي، مش ده المقياس ان انا النهارده رايح العب ببطوله قاريه يعني. ف
بشكرهم وعلى التعب والسفر والاداء ده واللعيبه اللي كانت في المنتخب والدخول والعوده انهم يحطوا ايديهم في ايدين بعض. ربنا كافئهم لان هم النهارده الحقيقه كانوا في حاله كفاح كبيره جدا. مزبوط. عشان يسعدوا الجماهير اللي هناك قبل الجماهير اللي هنا. صح. قبل الجماهير اللي موجوده عندنا هنا كلها وعندها امل كبير ان احنا هنحتفظ. مفيش حد هتساله قبل المباراه مين اللي هيكسب النهارده، اللي هيقول لك الاهلي. الاهلي ان شاء الله هيكسب. والناس حاسه ساعات احنا بنقولها كده سهله. صح. نبقى حاسين كده بالطمانينه واحنا بنتكلم. صح. فمبروك لجماهير الاهلي اللي في قطر اولا، وبنشكرهم وبشكر اللعيبه والجهاز الفني على ان هم قدروا يمسكوا اعصابهم لغايه اخر دقيقه. يعني في حاجات حصلت في الملعب كتير قوي، معرفش يمكن ضربه جزاء ما خدناهاش او الثانيه ضربتين جزاء يمكن قالوا لا القانون ما ينفعش ان دي برضو. الحاجات دي الجهاز الفني بيبقى محتاجها، اللعيبه في الملعب تبقى محتاجه سبورت. طبعا. عايزه تخلص، عايزه تتعادل، عايزه ترجع للملعب تاني. كمان لما بتتاخر انك ترجع الملعب تاني دي بتبقى مشكله. مش هتعرف تتصرف زي اول خمس دقائق زي 10 دقائق، مش زي دقيقه 87. فالتركيز والتغيير واصرار اللاعبين على ان هم يهزوا الشباك حصل الحمد لله، وكان توفيق من عند ربنا. استاذ محمود، ما هو قادم؟ كيف يفكر النادي الاهلي فيما هو قادم؟ لا طبعا انت عارف زي ما بيقول الكابتن سيد انه خلاص انت يعني تفرح النهارده النهارده سافرت اول امبارح ولعبت بطوله النهارده وبترجع النهارده، طبعا ده شيء يعني في ارهاق كبير جدا على الجميع يعني. طبعًا. لكن عاوز اقول لك خلاص انت بتعمل قدرتك كجهاز اداري وجهاز فني انك بتعمل قطع للحاله دي وبتخرج لمرحله ثانيه مهمه جدا اللي هي الحفاظ على قمه الدوري. الدوري بالنسبه لك رقم واحد واثنين وثلاثه المره دي، الوضع فيه مختلف لان احنا قلنا انه هيبقى موسم صعب. موسم صعب ليه؟ لحاله التقطع اللي فيه. انك انت بتلعب اسبوعين ثلاثه دلوقتي وترجع تروح تسيب لعيبتك دلوقتي مثلا من يوم سبعة او من يوم 30 او 31 او 1 يناير هتسيبهم خلاص مع لغايه يوم 6 فبراير. خلاص هتشوف انت بقى ايه نفسك بقى هتعمل ايه الفرح ترتيب المرحله الجايه. لكن الكلام ده يتم امتى يا كابتن؟ بعد ما تتخطى المرحلتين اللي في الدوري اللي جايين. بعديها لما تنهي المرحله دي تنتهي وانت على القمه بالعلامه الكامله مختلفه خالص، غير لما يحصل لك اي حاجه في المشوار. احنا قلنا الفتره اللي فاتت كانوا ثلاث مراحل، المرحله الاولى دي الحاجه الثانيه بقى التفكير ازاي هتعامل لو حصل فعلا انه خلاص الاتحاد الدولي الراجل نفذ طلبات تشيلسي. طبعا هو الراجل جاي واخد البطوله زي ما بنقول، وانه شاف الامر سهل، هو اوروبا هي المهمه بالنسبه لهم، وانه رئيس الاتحاد الدولي حاول على قدر المستطاع ان هو ياجل الكاس أم، لكن وجد اسد كاميروني واقف في الطرف الثاني ومعاه 52 اتحاد في الناحيه الثانيه بيقول له لا اسد مصري. طيب لا ما هو الاسد الكاميروني قال كلام جميل جدا، قال لك من القاهره الى ياوندي كلنا يد واحده. يعني قال تصريح عجبني جدا على فكره، يعني سامولتو اتكلم بصوره انه افريقيا يا جماعه يد واحده، انتوا ليه عاوزيننا في اوروبا احنا اللي تبع؟ دي بطوله محدده وتاريخها. انت المفروض كاس العالم زي ما قال الاتحاد الدولي قال خبر ان احنا هنشوف الانديه اللي في كاس العالم، ممكن ناجل اربع ايام ولا طب ما تخلص. يعني ايه تشيلسي يفرض علينا الوضع انك انت خلاص قرار نهائي ان انا مش فاضي غير في الفتره دي والباقي مش مهمين؟ لا الباقي مهمين اصلا، الباقي مهمين لان هم دول البطوله، هم دول البطوله اللي بيدوا يعني هم دول البطوله اللي بيدوا يدوا للبطوله شكل يا كابتن اسلام. فعاوز اقول يبقى في الامارات خصوصا في البلد انا بكلمك قوي يعني عاوز اقول لك ايه، لا في نوع من لازم يبقى في نوع من احترام للقاره الافريقيه برضه. اتحاد كره القدم، اتحاد كره القدم في الوعد كمان، الوعد ما هم منتظرين ما ده يعني تكمله الكلام، منتظرين برضه وعد المهندس احمد مجاهد اللي قال انه الاهلي هيروح بكامل. لا هو مش المهندس احمد مجاهد الحقيقه، اتحاد كره القدم وجهه نظري. اتحاد الكوره طيب خلاص، اتحاد الكوره خلاص، اتحاد الكوره هو اللي قال كده. المهندس احمد مجاهد وشكرا، هننتظر هيقول لنا ازاي، هيقول لنا ازاي يعني ايه، هيقول ازاي الوضع. لكن انا عايز اقول لك ايه، انت بتنتهي من مرحلتين الدوري، بعد مرحلتين الدوري تبدا تفكيرك في الاستعداد لكاس العالم للانديه بشكل او اخر. يبقى وضعك ازاي بناء على الاختيارات، يبقى عامل ازاي، ده الاحترافيه. ها دي الاحترافيه، ما انا بقول لك واحده واحده بنتحرك. لا ما ينفعش انك انت تروح عن طريق انت حتى يا كابتن اسلام مع كامل الاحترامي، انت حتى ادائك في مباراه السوبر محتاج انت كجهاز فني برضه تقعد مع نفسك وتشوف برضه في حاجات كتيره محتاج. انا عندي بعد اربع ايام ماتش. انا بكلمك بعد اربع ايام ماتش تاني. لا تراجع، تراجع وتشوف وتصلح. طبعا على طول مش عارف في مكاسب، في مكاسب مهمه جدا، في سلبيات، في سلبيات ومحتاجه اعاده نظر والكلام ده. يعني انت النهارده لما من وجهه نظري انا شايف مجدي قفشه يا جماعه، مش شايف مجدي قفشه غير في المكان بتاعه. انا راجل كمتابع مش شايف مجدي، ما بشوفش كوره حلوه في الاهلي غير لما اشوف المعلم ده في مكانه. هو رجع لوحده، بس انا بكلمك لما بيرجع واحد ما تسيبوه، واحد ما تسيبوه. طب هو النهارده يعني سيبوه في مكانه، خليه يعمل اللي هو عايزه. لاحظ انت ولازم تلاحظ انه لما بيرجع
بيعرف يمشي الكرة، بيعرف عارف انت بيخلق مساحات، بيعمل لك حاله، بيعمل حاله الارتباك لاي منافس قدامه. بص شوف وراجع في مباراه الترجي، وراجع في النهائي الافريقي، وراجع في مباراه الدوري مع الزمالك، هتلاقي انه قفشه هو رمانه ميزانك. لما يدخل معاهم احمد عبد القادر وناس تانية وبرس تاو ها ومحمد شريف، حاجات كتير هتبقى ممكن. برس تاو عمل عظمه لا عارف فكر ان لعيب تقيل النهارده، لعيب كبير، لعيب كبير ومحتاج تقيل محتاج بس ايه، محتاج يعني زي ما تقول دعم، محتاج مسانده، ومعاك المقاتل بتاعك اكرم توفيق في اليمين، وعلي معقول لما استرد عافيته وثقته في نفسه، ورغم النهارده جري كتير وبذل جهد كبير. لكن عاوز اقول لك ايه يا جماعه، احنا عندنا قوام فرقه كبيره جدا تستحق النهارده، بانت قيمتها في ان هي متاخره فرق هدف، ما استسلمتش لغايه الدقيقه 90، وده بان في الهدف اللي جه، ده هدف بطعم الاهلي زي ما بيقولوا. فعاوز اقول المشوار لسه طويل، جمهور الاهلي ما بيشبعش بطولات، جمهور الاهلي منتظر كتير جدا. ان شاء الله يعني يكون موسم قوي، خاصه ان يبقى عندك تحديات كمان بعد اجراء قرعه دوري ابطال افريقيا في 29 ديسمبر، هيبقى شكل البطوله هيبقى عامل ازاي. موسم مجهد مرهق، قول زي ما انت عايز، بس قدره كل جهاز فني على انه يدور لعيبته بنفس المستوى بنفس القدرات. وواضح انت عارف ان انت عندك افريقيا في 23، انت عارف دي يعني خلص افريقيا متاجله بس افريقيا في افريقيا في تصفيات كاس عالم عندك 23. انت عندك المفروض ده هتبدا تصفياتها في شهر 6 على فكره، المفروض هتبدا تصفياتها في شهر 6 وتخلص قبل 23. انت عندك شكل احترافي تخلص في 6 شهور. طبعا لو ما كانش عندك كم من اللاعبين في كل مركز يقدروا يحصلوا في حاله التدوير دي، انت هتعمل مشكله في كل الفرق. مشكله مش فرقتك بس، صح، مشكله كل الفرق في كل الدنيا، في مستوى افريقيا كمان، وانت بتلعب في بطوله افريقيا. مش شايف اي حد بيجيب سيره افريقيا دي في اي حاجه، محدش حامل هم ان احنا ممكن يكون لينا باع فيها. لو ان انا كاس العرب بالشكل اللي شافه كروش ده والتجديدات اللي بيحطها، من حقه ان يديك وجوه جديده، من حقه انه يرتكز على ناس جديده، يديهم خبرات حتى لو هم رايحين على بطولات معينه. ايوه، ما احنا فوجئنا ان هم معظمهم مش موجود في اختياراته في الأربعين اسم. الله اعلم بقى، وعاد الباقي كمان اللي اختارهم من الاختيارات بتاع كاس العرب مش هيبقوا موجودين. هو كل يوم بيبقى له رأي، وكل يوم اختار 28 واحد، هم 23 وخمسة احتياط. هو كل يوم بيشوف حد يا استاذ محمود بيعجبه بيديله فرصه، يقول لك انا عايز. بس هو عنده حاجه يعني شادي حسين، بس هو عنده حجم. شادي حسين انا اتفرجت عليه ماتش امبارح، ماتش الاتحاد. انا اعتقد انه هيكون عينه عليه ويقول لك انا عايزه بعد كاس الأوروبي، بعد بقى الدور. ما نعرفش امتى هو كل لعيب بيشوفه بياخد عينه. 40 اسم خلاص، مش هينفع يختار غير منهم. مش هختار من 40 خلاص، يعني ال 40 طارق حامد مثلا بره ال 40، مش هينفع يرجع طارق حامد يحطه في ال 40. هو هيختار 28 اسم قبل يوم 28 ديسمبر. طب فاهم، هي مش من حقه ان هو يجيب النادي تاني؟ لا مش من حقه. لا خلاص، هو بعت الاسماء دي ال 40 دول. لا خلاص، هم 40 دول اللي هم اعلنوا، دول انا اختار منهم يا جماعه، انا اخترتهم. ده شايف ده بيقول لنا احنا يعني لا خلاص، لا مش بره، لا مش بره، ملوش دعوه بره. هو نفسه يعني، هو اللي دول 40 الدايره بتاعتي اللي انا اختار منها. لا والله. طبعا. لا مش عارف، عارفه ان هو بيختاروا قائمه مبدئيه 40، يعني ده بيبعتها 40 دول هو اللي ارسلهم لل وبعد كده تختار منهم. طب ما اعرفش يعني، خلينا نتاكد منها، ولكن يعني غير كده لا يغير ويعمل ويجي يمين ويجي شمال، غير كده لا. النهارده يفرض لعيب عنده تعور ولا حاجه، لا ما هو في يعني انت بتختار 28 23 يبقوا موجودين بشكل اساسي، وخمسه احتياطي. 25 احتياطي ده اللي انا متاكد منه، ده النظام اللي اتعمل عشان ظروف كورونا يعني وبتاع، ده اللي انا متاكد منه. بس هل هم ثابتين من ال 40 دول؟ ده اللي احنا عايزين نتاكد منه. بس خلي الشباب عندنا يتاكدوا يا جماعه من الموضوع ده، وبيقولوا لي الدنيا ماشيه ازاي. لكن في النهايه النادي الاهلي كان اكثر، مش عارف اقول اكثر المتضررين برضو، ما هو ما ينفعش انا بتكلم عن منتخب مصر، وبالتالي النادي الاهلي مش عارف اقولها ازاي. النادي الاهلي صاحب البسمه. لا صاحب البسمه طبعا في الرياضه المصريه، مش اكثر متضررين من اختيارات كروش، على حساب اللعيبه بتاعته يعني. انا بتكلم على اختيارات كروش من طريقه تفكيره يعني، طريقه تفكيره ان النادي الاهلي انت عندك سبع لاعبين وثمانية، سبع لاعبين يعني موجودين في النادي الاهلي، هم كانوا اللي بيلعبوا في كاس العرب. واضح النهارده التاثير السلبي، يعني النهارده واضح التاثير كله السلبي، متلاحم في كله متلاحم، كله متلاحم ورا بعض، هو ده اللي انت هتعاني منه. وبعدين انا مش عارف يعني، في لعيبه غصب عنه هو لازم يبقى بيبص عليهم يعني، هيقدروا يشيلوه. وبعدين هي مش بقت ثوابت يعني، مروان حمدي يبقى مروان حمدي، مفيش كوكا، مفيش لا،
في كل يوم بيحصل جديد في الملاعب يعني. ولعيبه بتتعور ولعيبه مش قادره ولعيبه ان هو ال 23 اللي وفي لعيب محلي وفي لعيب دولي وفي لعيب يستحمل ان انا ابقى دولي وفي لعيب ما يقدرش يستحمل الدولي ده ما يقدرش انا طبعًا كل يوم طبعًا. يا اسلام العبه هو مش بتاع كده هو بيلعب في انديه مش علاش اي ضغوط علاش اي حاجه يا دوبك تبقى موجوده في الدوري يا دوبك تبقى موجوده في النص يا دوبك تقدم ماتش مره يا دوبك يجيب جول مره انما في لعيبه محترفه بس هو من حقه عندها اللود ده اللي هي على طول تحت البريس من حقه انا معاك هو من حقه بس ان هو يفتش ويدور ربما يكتشف حاجه تطلع حاجه كده تفرقع معاك بدليل الكلام ده من قديم هات بقى من ايام الكابتن جواري يعني جابت كابتن جواري قدم وجوه كتير جدا ما كانش في الحسبان انا مش قعدت معاك وقلت لك انا عاجبني طبعا طبعا هو عامل نافذه على الدوري ماشي انت يا كابتن طبعا لما يبقى عندك تشكيله المنتخب منها سبعه في الاهلي ده في حد ذاته دليل على انه الاهلي ماشي صح فيها جو فيها اجهاد وفيها ارهاق لكن عناصر الاساسيه من المنتخب لما تبقى من الاهلي بتبقى برضه مديه للعيبه برضه مزيد من الخبرات الدوليه لانك انت ما وصلتش المعتركات دي ودرت تلعب تبقى في افريقيا كده غير من خلال تواجد كبير جدا من لعبتك في المنتخبات الدوليه سواء المنتخب الاول سواء المنتخب الاولمبي سواء منتخبات الشباب بس هو مدرب عالمي ما هو مدرب على عيني وعلى راسي بس عاوز اقول لك بيبحث عن اللعيب اللي يشيل له اسمه ويشيل له انت عارف انا المشكله بالنسبه لي فيه انه هو عمل في حاجات لا تحتمل الوقت من وجهه نظري يعني انت عارف محمد شريف راس حربه ما ينفعش العبه الناس اللي قاعده المفروض الجهاز المعاون ده ما ينفعش يلعب في حته الفلانيه لانه مين اللي جاز محمد شريف جازي؟ محمد شريف جهاز المعاون بتاعه كان المفروض الاجنبي ولا المصري لكن عارف انت لا انا بس اجنبي ولا المصري انا بتكلم عن المصريين هم جايين يشوفوا بتكلم عن المصريين لاحظ كده يا كابتن اسلام لما جاب لما جه يعني الجول الاول بنتفرج وشايفين اللي بيحصل في الملعب يعني حتى مش مدي فرصه لا لما جه يعني الجول انا مش عارف اكرر بصراحه لما جه الجول بتاع احمد رفعت الجول الثاني في الاردن من عرضيه محمد شريف انت شفت الراجل عمل ايه نزل على الارض عاوز اقول ان انا انتصرت لفكرتي يعني عاوز اقول وكانه بيقول كده انا محمد شريف هو اللي الدكتور عليه برضه هتلاقي محمد شريف برضه هو اللي عمل العرضيه النهارده اللي جه منها اللي جه منها الهدف اللي جه منها الهدف يعني عاوز اقول لك ايه يعني كانه يعني انت لما بتتولد في الملعب بتبتدي الكوره تروح يعني بتتولد في مكانه في الملعب الكوره بتبتدي تروح على الجون الناحيه الثانيه انما فكر بقى ان يقول لك اصل ده مش موجود وكمان طارق حامد كمان بصراحه انا طارق حامد اتفرجت عليه امبارح ده لا هايل بصراحه هايل شوف احنا بنتكلم هايل في انا بقول يعني ده مش هيبقى موجود يا عم ولو حتى يبقى معايا يعني ده ممكن استعين بيه يعني ده لازم استعين بيه يعني على حساب مين اللي موجود يعني بتخلق لي لعيبه معينه من خيال ونسيج احنا لعبنا كوره لا بس خد بالك يا كابتن لو انت حضرتك بتتكلم على مهند لشين مثلا مهند لشين لعيب كويس مش قصدي على مهند لا بتتكلم على اي حد تاني اي حد تاني موجود ما انا عندي غيابات مهند جاي عندي غيابات مهند جاي في السكه على فكره يعني بص لو خد بس احنا عندنا غيابات طبعا لعيبه بتلعب بره كلها يعني انت عندك 4-5 من اللعيبه اللي هي تقدر مرموش وصلاح وتريزيجيه والناس خلينا ناخد تليفون مهم جدا من النجم الكبير احمد السعداني ازيك يا نجم يا باشا انت اللي نجم كبير قوي يا حبيبي لا ده انت اللي نجم ده احنا بنحب نقعد نتفرج عليك يا نجم بقى نجم النجوم يعني حبيبي يا ابو محمود طبعا برحب بيك الله يخليك يا ابو حميد يا جميل يا فنان ازي حضرتك عامل ايه مساء الفل عليكم والف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه ومجلس ادارته ولاعبيه وجهازه الفني والنادي الاهلي بجد بيدينا دايما امل في الحياه انا النهارده كان عندي تصوير ودي يعني حاجه بتبقى مضايقاني قوي لما يبقى في ماتش الاهلي ويبقى عندي شغل بس يعني اكل العيش مر اعمل ايه انت مش بتوقف الشغل يا ابو حميد ساعه الماتش مش يعني مفيش تصوير ساعه الماتش اعمل ايه مش مزاجي لا وبعدين ده درجه ثالثه انا فيه كله مفيش حد فيه خالص مهتم بالكوره ولا كروي خالص فانا قاعد زي المجنون ماسك الموبايل وبين الشوطات قاعد بتفرج ولما بيجي وقت التصوير بوطي الصوت وقاعد عندي ثقه وعندي يقين في لعيبه النادي الاهلي وفي عقيده النادي الاهلي ان احنا هنقدر نعملها يعني كنت قاعد حقيقي واثق من ان احنا مش الماتش ده مش هيخلص كده ان احنا ما نستحقش خالص ان احنا نخسر كنا النهارده امتى حسيت بكده يا احمد يعني امتى حسيت ان احنا هنكسب النهارده لا من اول الشوط الثاني احنا لاعبين حلو جدا يا اسلام وضاغطين وفي روح عاليه جدا
وانا اللعيبه دي كانت صعبانه عليا بصراحه بعد كمان البطوله العربيه، لان هم استهلكوا فيها تماما ومش عايزين نخبط في كروش يعني، بس هو بيقضي على اللعيبه بصراحه يعني. تعامله مع اللعيبه خلاص، ما ينفعش يبقى معايا هداف الدوري وهداف افريقيا واخده وارميه كده في وينج ليفت، ويبقى معايا قفشه باخده لعيبه باك يعني، بيعمل حاجات غريبه جدا يعني. فانا اللعيبه كانت صعبانه عليا نفسيا وبدنيا، فالنهارده ان هم قدروا يقفوا على رجلهم يعني بجد شافوه يعني، مش هقول غير كده، وشافوه للراجل المسؤول اللياقه البدنيه، الراجل الجميل ابو دهن ده، انا بحبه جدا بصراحه. موقف اللعيبه على رجلها، موقف الفرقه في ظروف صعبه جدا جدا، فكتر الف خيرهم يعني. حتى لو كانوا النهارده ما كسبوش كانش الواحد هيزعل خالص، انه عملوا اللي عليهم، فعشان عملوا اللي عليهم فعلا ربنا الحمد لله كرمنا في ضربات الجزاء يعني. مين احسن حد عجبك النهارده من اللعيبه؟ الحقيقه روح الفرقه كلها، انا اكرم توفيق ده هعمل له تمثال في البيت قريب يعني، بجد انا ما شفتش روح زي دي يعني، ده هو وريث الشرعي لاحمد فتحي فعلا، الروح دي غير طبيعيه. بس انا فرحان لطاهر كمان جدا، لانه لعيب موهوب قوي ومظلوم قوي الحقيقه، الراجل كان ماشي كويس جدا، والماتش بايرن ميونخ كان عامل ماتش عالمي واداء يعني رفيع المستوى، وطبيعي ان اللعيب يتهز شويه، خصوصا ان في لعيبه كتير فما بياخدش وقت كتير وكده، فربنا كرمه النهارده، انا فرحان له بصراحه ومبسوط له جدا. يا نجم شرفتنا ونورتنا، والف مبروك وشكرا ليك، ودايما انتوا بتسعدونا، وتحيه لقناه النادي الاهلي قناتي المفضله، وبتسعدونا دايما، ويا رب دايما منورين الشاشه، وتحياتي للكابتن شريف، لانه كابتن شريف من اوائل اللعيبه اللي انا اتفرجت عليها في الاستاد يعني. حبيبي حبيبي، احنا اللي بنتمتع بيك دلوقتي يا حبيبي. الف مبروك. الف مبروك يا ابو حميد، ربنا يخليك، شكرا جزيلا للنجم الكبير احمد السعداني. الحقيقه مشجع درجه ثالثه احمد فظيع، بسم الله ما شاء الله حافظ. انت يقول لي انت فاكر الاوفر اللي انت عملته سنه مش عارف كام، عملته ومتعب طلع عمله وحطها ازاي، وانت عملت المش لا لا على ولا فكره ولا الاستاذ بقى صلاح يعني. لا استاذ صلاح ده بيكلمني يعني، خدت بالك يقول لك في ماتش يقعد دلوقتي بتزعلوكم دلوقتي، شفتوا كنتوا بتلعبوا ازاي، شفتوا مش عارف كنتوا شكلكم عامل ازاي، ده حاجه جميله جدا. جميل يعني الحقيقه، ناس الاهلاويه في كل مكان الحقيقه مبسوطين وسعداء باللي بيحصل، ودايما هنفضل ان شاء الله الاهلي دايما هيفضل يفرحنا، ودايما هيفضل يعني هنفضل سعداء بوجود النادي الاهلي. كسبنا لا قدر الله حصل اي حاجه تانية، هنفضل في ظهر نادينا وهنفضل كده دايما، علشان هو ده النادي الاهلي، هو ده دايما اللي بيفرحنا، هو ده دايما اللي بيكسبنا. دلوقتي كروش بيسيب الجهاز المساعد المصري الفني يتدخل ولا لا؟ احساسك انت ايه؟ لا ده احنا عايزين كده حلقه نقعد انا وانت. لا انا عايز يعني احنا النهارده مش عايزين ايه؟ انقسم الشعب، انقسم كلمتين، انقسم الشعب على هذا، واحمد السعداني رمى كلمتين يعني عارف اللي هو. لا بس هو الراجل ده سامح للناس دي تشتغل معاه ولا انا مش عارف يعني. حاسس ان الناس بتحاول اللي حواليه بس ما اعرفش هو وجهه نظره. هنتكلم في النقط دي بعدين، عايزين كام حلقه كده، احنا عايزين النهارده نفرح بس ونتبسط ان شاء الله. احنا مبسوطين على طول مع النادي الاهلي الحمد لله والشكر لله. بشكرك يا كابتن شريف، والف الف مبروك. وبشكر استاذ محمود، اهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا يا استاذ محمود، شرفتنا ونورتنا. الحمد لله والف مبروك لجمهور النادي الاهلي وادارته، وان شاء الله بالتوفيق دايما يا رب دايما. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، الف مبروك. ما تنسوش هم قاعدتين، القاعده الاولى لا تحتفل دائما الا لما النادي الاهلي او لما حكم المباراه اللي بيلعب اللي بيكون طرفها النادي الاهلي يصفر. القاعدة الثانية ان انت ما تنساش القاعدة الاولى اللي دايما تخليك حاطط في دماغك لما الحكم يصفر، محدش يحتفل قبل ما الحكم يصفر ابدا وهو بيلاعب النادي الاهلي. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، البطولة بطولة السوبر الافريقي رقم 8، البطولة الثانية على التوالي. ان شاء الله ربنا يجعل دايما كل ايامنا افراح، ونفضل دايما مبسوطين ونفضل دايما فرحانين. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، الطيارة طلعت او الطيارة بتطلع خلاص، وإن شاء الله فريقنا يصل إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الخامسة. كل التوفيق يا رب للنادي الأهلي يوم الحد القادم. إحنا هنكون أجازة الحد إن شاء الله، أكون مع حضراتكم يوم الاثنين بعد نهاية مباراة الأهلي وفيوتشر يوم الحد. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ألف مبروك، أشوف حضراتكم على خير.